عارف لايف. تمام. طيب كيفك انا هيثم الكاشف هنا معاكم. مرحبا استاذ هيثم، كيفك؟ الله يخليك تسلمي. تمام مية مية، اخبارك تمام؟ الحمد لله، تمام تمام الحمد لله. الانترفيو حيكون معاك ولا مع استاذ ياسين؟ يا ياسين. مع ياسين. اوكي طيب يا جماعة، نحن سيدي كده خلاص في ال نحن اونلاين تمام. طيب اسيل، انا بخليكم انت اسيل تكوني هوست على سن تعمل يوم ميوت لنفسك، لانه بعد شويه لو جو ناس نعمل انا وهيثم. اعمل شنو؟ اعمل شنو؟ لو عملت لي، لو عملت انا ميوت اول، انت ممكن عادي يعني تعملي، تقدري تعملي ناي لنفسك يعني تعملي ميوت. اوكي تمام. تمام طيب all right sounds good. طيب يلا نعم التليفون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما عودناكم دائما يا جماعة، كنا نسهر عليكم ونطلع عليكم كل خميس مع مع يعني كوكب جديد، مع نجم جديد من نجوم المجتمع السوداني. يعني الليله يا جماعه حنطلع عليكم، يعني حنغير شويه من المود بتاعنا. الليله ان شاء الله الحلقه بتاعتنا بتكون عباره عن ثوره، عن ثوره ديسمبر المجيده. ومن هنا يعني من نزل الله انه يتقبل كل الشهداء ويشفي الجرحى، ويعني اجمع بالمفقودين، يعني يصبر اهاليهم جميعا. يعني الليله يا جماعه الحلقه بتاعتنا هتكون متميزه جدا جدا مع كنداكه سودانيه، ويعني غادت الثوره بتاعتها بطريقه ما، مما هي صغيره ومما هي يعني مشت الدراسه وكذا، ولحد ما اصطدمت وجها لوجه في التغيير اللي حصل في ثوره ديسمبر. الليله يا جماعه رحب عبركم جميعا بالاستاذه اصيل دياب. واصيل طبعا يا جماعه يعني انا ما اقدر اتكلم لكم عنها كثير، لانه هي حتيجي تحكي لنا عن سيرتها الذاتيه بنفسها. لكن اصيل هي تشكيليه وكما كاد في البروفايل بتاعه عاشقه للجرافيتي اللي هو الفن بتاع الرسم على الحيطان وكده، وواحده من طبعا ما شاء الله تبارك الله عندها انجازات كثيره جدا جدا، لكن انجازات الظهر للجميع في الفتره الاخيره اللي هي جداريات الثوره. استاذه اصيل يعني نشكرك جزيل الشكر انك انت الليله يعني جيتينا، وانا عارفك انك انت مشغوله والبرنامج بتاعك يعني دائما سو بيزي يعني، فمرحب بك واتفضلي. شكرا ياسين على lovely introduction. مبسوطة شديد يعني أكون معاكم الليلة. وقبل ما نبدأ ال interview is going to be recorded or طيب ايوه هو مسجل اوتوماتيكلي في نعم. في النهايه، لكن انت يو هاف ذا اوبشن تو لوكالي ريكورد يا اصيل. هي المفروض يكون في علامه حمراء فوق ما ظهر يعني. طيب اوكي انت يو كان ريكورد اف يو يعني لو ضغطت على ريكورد بيجيك الاوبشن بتاع انه ريكورد في اللوكال كمبيوتر. اوكي تمام، خليتك عملت خليتك هوست عشان انك انت عايز. اوكي ام جونا It's recording. Okay, come on. Okay, come on. تفضل. شكرا ياسين وأنوار وأستاذ هيثم. Thank you for having me. أبتدي بشنو بالإنترودكشن عن نفسي. طيب شوفي يعني نحن دايرينك الليله تتكلم لنا عن نفسك، اول حاجه دايرين نتعرف عليك عن اصيل دياب يعني في البدايه الميلاد والمدارس يعني. خلاص بجيك راجع. سلام ورحمة. كويس. بداية اسمي أصيل، أصيل أحمد دياب. مواليد بوخارست رومانيا. I grew up انشأت في قطر، في الدوحة قطر، من 95 لغاية هسه لغاية present day. قريت تصميم الجرافيكس وعملت ماينر في تصميم الأزياء في جامعة فيرجينيا كومونث يونيفرسيتي في فيرجينيا أمريكا. وبعد ما تخرجت 2011 جيت قطر، اشتغلت في الفيلد بتاع الديزاين، الجرافيك ديزاين والبراندينج
كنت كريتيف ديزاينر لقناه الجزيره اطفال، وبعد ذاك اشتغلت براندنج اند بروموشنز كوردينيتور في الهلال الاحمر القطري في 2013 تقريبا. عملت وانا كنت شغاله في الجزيره، كنت عملت زي انترنشيب مع اشغال وقطر ميوزيومز اوثوريتي في الدوحه. البروجكت كان هو تقريبا 3 4 شهور. الفكره منه انه كان تو يعني اكون اسيستنت لفنان بتاع جرافيتي اسمه السيد فرنسي تونسي، فهو كان كوميشن من مع ناس ديل وشيخة مياسة من قطر ميوزيومز اوثوريتي انه يرسم النفق بتاع سلوى في قطر. فهو كان عايز يعني يكون معه اسيستنس في المشروع ده، وانا ما كنت عارفه جرافيتي ده شنو ولا عارفه بعرفه هو شنو، لكن ما كنت عارفه البروجكت هو عباره عن شنو. بس كانوا بيقولوا انه this is an art project. لقيت انه انا بشتغل من 7 صباحا لغايه الساعه 3 4، بعد ذاك ما عندي حاجه. كنت حابه انه اخش في انترنشيب زياده، ويعني اني متخرج جديد وكده وشغاله. فعملت ساين اب للانترنشيب دي وجبلوني، كان في 5 مننا. فالبروجكت كان عباره عن بس رسم يعني في الجداريات اللي هو جرافيتي يعني. طيب اقابلك شويه، بس ارجعك ورا شويه. يعني الاختيار بتاع المهنه، اول انك انت تقري الرسم، هل انه دي رغبتك ولا الاسره كان لها دور في الحته دي؟ والله هو يعني انا من مصغرها يعني شاطره في الرسم وكده في الفنون، وبعدين مش رسم هو، بس ما كان رسم هو، بس كرياتيفيتي يعني هوايه، يعني مش كرياتيف ايش شنو بالعربي، يعني الواحد بس بخترع حاجات، يعني بعمل حاجات جديده، حاجات الابداعيه كدا. عامه مش كده؟ يعني ايوه بالضبط، بعمل يعني سلاسل، بعمل فريمات بتحت الصور من شفت الكربون بتاع الكونفليكس والحاجات دي. والكلام ده الوقت ذاك يعني لسه ما كان في جوجل، ما كان في بينترست، ما كان في حاجه، فما كان لي ريفرنس ليوتيوب لحاجه. بس كنت بلقى حاجات في البيت بعمل، يعني بحاول اعمل حاجه كرييتيف. يعني أوضتي كانت مليانة من حاجات كنت عاملها يعني بيدي، فوقت الفراغ بتاعي كنت أحب يعني أعمل حاجات يعني رسم أو غيره كده كرياتيف. لما جيت أقرأ الجامعة أنا كنت عايزة أكون محامية، لكن كانت فتحت المؤسسة بتاعت الشيخ موزة دي بتاعت قطر فاونديشن، كانت فتحت جديد في قطر، وكان فيها تصميم الجرافيكس ده، وعرفت إنه أنا يعني عندي الهوية دي من زمان، الهوبي بتاع الرسم هواية sorry. هي ممكن برضو تكون هوية يعني by the way. كويس، بس عليك أنا اشتغلت translation في يعني دي كانت أكثر حاجة أنا كنت يعني كويسة فيها، فقلت برضو ما كنت عارف الجرافيك ديزاين ده شنو، كنت عارف الرسم والفاين ارتس وكده، لكن جرافيك ديزاين مختلف لانه بتستخدم برضه فيه البروجرامز في الكمبيوتر وكده. فالفاونديشن هي اول سنه في الجامعه، هي عباره عن بتاخد كل حاجه في الرسم، نحن طباعه ستيل لايف حاجات زي دي. فلما جيت ناس البيت شرحت لهم الحاجه دي، وفي ناس طبعا افتكروا ان دي ما ممكن تكون مهنه، وفي ناس يقول لك لو حاجة بتشبيها go ahead، لكن أدرسي يعني. مثلا أبوي كان بيقولي أدرسي الماركت بتاع بعد تخرجي ممكن شنو الأوبشنز بتاعه. فعلا يعني عملت ريسيرش تقيل إنه أنا ممكن أعمل شنو بالشهادة تحت التصميم دي، فلقيت إنه فيها مجالات كثيرة. يعني في تصميم البراندنج ده براه، من تصميم الباكيجينج اللي هو ممكن أدرس في الحاجة دي، يعني فيها options كثيرة التصميم ذاته. فالجرافيك ديزاين بالنسبة لي كان أحسن واحد بالنسبة لي، يعني لأنه فيه شغل يد بعد ذاك بتستخدم الكمبيوتر. طيب
يعني دي يعني خلاص يعني بديتي بعد ده ودرست الجامعه وبديتي التخصص. يعني كان الحلم بتاعك انك شنو بعد ما تخلص الجامعه مثلا او في النكست 5 ييرز يعني في اللونج تيرم بلان انك انت حتقدري تعملي شنو يعني؟ والله اكون صريحه معاك، انا لما جيت اقرا الجامعه انا كنت فيري لوست، يعني لا عارفه عايزه اقرا شنو ولا عارفه انا قدام عايزه اعمل شنو. يعني لما جيت مرحله الجامعه قبل ما اخش الجامعه خدت لي سنه كده يعني بعمل انترنشيبس بشوف يعني بس يعني تيستينج الاوبشنز بتاعتي، يعني ما كنت متاكده عايزه اعمل شنو. عشان كده قلت لك كنت عايزه اكون مثلا محاميه، خشيت في كم حاجه يعني كنت بعمل بيكنج في البيت، يعني اي شيء كان ممكن اعمله قبل الوقت كنت بعمله. بعد شويه اسافر كده لانه يعني كانت مرحله بتاعت في المراهقه يعني ما اعرف النكست ستيب بتاعتي في الادلتهود خاشه وين ولا عايزه اكون عايزه اعمل شنو. يعني اشتغلت في كول سنتر، كان مره اشتغلت في يعني اشتغلت في حاجات كثيره وشغلات بسيطه يعني وكنت تيستينج الاوبشن زي ما قلت لك. فأول بس اللي عجبني في الجامعه انه اول سنه زي ما قلت لك بتعمل كل شيء من ازياء التصميم الداخلي الجرافيكس وكده. بعد ذاك السنه الثانيه اللي هي انت المفروض تختار انت عايز تعمل شنو. طيب يلا بعد ذاك خلاص لما حسيتي بديتي تركزي وكده اخترت المجال بتاعك صح؟ هل انه في زول ساعدك ولا انت بس خلاص يعني لقيتي نفسك في التخصص ده يعني؟ والله انا اكثر زول يعني كان بايدني في اي حاجه في حياتي هو الوالد. يعني حتى هو كان حيوديني جامعه في ماليزيا اسمها لونكوكوي اقرا كريتيف تكنولوجي. بعدين انا اخترت اقعد في قطر ما دام الجامعه فتحت هنا واكون قريبه ليكم وكده، فاخترت اني اقعد في قطر. لكن في السنه الثانيه في بعد ما دخلت في السنه الثانيه واخذت الجرافيك ديزاين وعملت ماينر في فاشن ديزاين كان في exchange program اللي هو بيجيبوا طالب من هي الجامعة طبعا فرع من الجامعة في أمريكا في فيرجينيا. فهم كان عندهم الأوبشن بتاع يجيبوا طالب من أمريكا لقطر ومن قطر يشيلوا طالب ويودوه هناك. ففي تاني سمستر ده أخذت مواد أكثر من اللي بقدر أحللهم وعشان أرفع الـ GPA بتاعي لما سمحت بالبروجرام ده، وخدت 8 مواد وبتذكر جبتها اللي هو كان مفروض يكون 3.8 ولا 3.9 GPA average بتاع السمستر وعملتها والحمد لله I got accepted للبروجرام. فأنا يعني في قطر ممكن تقول قريت سمسترين ونص أو ثلاثة سمسترات حتى مشيت قريت في أمريكا. كان طبعا هم scholarship لسمستر واحد لكن بعد ما خلصت السمستر ضربت الناس البيت وضربت للجامعة قلت أنا ما راجعة حولوا لي أوراقي فين الجامعة حولت لي أوراقي هناك. وبعد محاولات كثيرة يعني أقنعت ناس البيت إنه يعني أقعد في أمريكا وأقرأ في أمريكا. هناك طبعا كان الجامعة أكبر والطلاب كانوا أكثر، ف الحياة الجامعية هناك كانت بالنسبة لي أحسن يعني ما في الفوكس بتاع الكامبس بتاعنا في قطر. في نفس الوقت يعني انك تكون في حته مختلفه بالفوكس بتاعك بس بيكون الجامعه والقرايه بتاعتك فكان تركيزي كان اعلى هناك. وغير كده هناك طبعا الواحد يعني منفتح على جنسيات مختلفه وديان مختلفه، ف اسمه شنو يعني الاكسبيرينس كان اعلى هناك في امريكا. فقررت انه اقعد هناك وفعلا تخرجت من هناك 2011 بالديجري تحتي. طيب الـ يعني دي ما نقله هي دي واحده من اللي تخلي دي محطه من المحطات انك انت في البدايه لما يعني المفروض تمشي تجري في ماليزيا رفضتي يعني حبستي انك تكوني قاعده جنب ناس البيت وكده وفي البيت. بعد ذاك مشيتي امريكا ولقيت الوضع يعني مختلف وعجبك وخلاص يعني انت كملتي الدراسه بتاعتك يعني الحاجه دي طبعا اكيد اتعلمتي فيها حاجات كثير يعني احنا ذلك يعني بس معلش تدينا شويه كده انك الحاجات اللي اتعلمتيها في الفتره ديك يعني الفتره بتاعتي انك انت بعيده من ناس البيت وقدرتي تحبي الحياه الجامعيه وما شاء الله يعني ابدعتي فيها يعني الله يبارك فيك. هو طبعا
طول عمري يعني انا قاعده مع اهلي وانا بيت يعني، فانا طوالي مع اهلي يعني protected يعني. فدي كانت بالنسبه لي اول مره امشي اكون بعيده منهم، والسبورت ذاته اللي هو الوالد يعني ما حيكون قريب لي يعني، كل ما ارجع من الجامعه احكي له الليل عملت شنو ما شنو والنصايح والكذا حتكون بطريقه. لكن انا حسيت انه الاكسبيرينس دي كانت مهمه شديد، انه الواحد يكون شخصيته يعني يكون اكسبوز ل انفايرمنت مختلفه فيها زي ما قلت لك اجناس مختلفه وديان مختلفه يعني. الفكر ذاته عشان يعني انت بتكون حوالي الناس وزول بيقول لك كلام بتاخذ من الحاجه دي، فانت لازم تمشي حته عشان تكون نفسك وتكون شخصيتك، لازم في حته يعني زي بتولد من جديد. فانا اخذت الاكسبيرينس دي بالطريقه دي، منها هل انه الحاجه دي انا حتى لما وصلت هناك فكرت هل انا اعمل دروب اوت واقرا المحاماه ابقى محاميه، ولا هل اشوف اي شيء ثاني اقراه، ولا هل دي الحاجه انا عجباني. يعني اخذت كم مرحله لما وصلت هناك يعني افكر في المستقبل بتاعي وانا عايز اكون شنو واعمل شنو حتى بعد ما اتخرج. بذكر اول ما وصلت هناك انا حتى عشان امشي السوبر ماركت ما بعرف كنت، وكان اول مره استخدم فيها الجوجل مابس 2009 ولا 2010 دي اول مره استخدم جوجل مابس عشان امشي سوبر ماركت، لانه بعدين امريكا تعرف ما يعني ما يعني الحياه هناك كل زول لنفسه يعني، يعني ما زي هنا في السودان وصلت هنا بيجي زول ما عارف امشي في حته الفلانيه بقول لك تعال نوديك كده يعني، ما عندنا الحاجه دي ويجي زول يسرق تليفونك حلوه لك عرفت يا زول حنجي والله لك يا مشكلة يا حجيرة طيب. في اللايف أيوة حد يعني دي يعني أنا يعني شفتها طيب يا أصيل يعني اتخرجتي، هل أنت بعد اتخرجتي رجعتي طوال قطر اشتغلتي ولا قعدتي في أمريكا شوية؟ يعني أنا لما مشيت أمريكا قبل ما أتخرج أنا كنت يعني خشيت في أي association ممكن تتخيلها، Muslim Student Association، Student Government Association، African Student Union Association، حاجات أنا ما عندي علاقة بها ذاته يعني، Music، Dance، Class، أي حاجة خشيت فيه يعني عشان to broaden the experience كلها يعني كبيرة، يعني خش في أي شيء عشان تعرف أنت عايش شنو، لازم تجرب كل شيء، فده اللي عملته هناك، يعني كان عندي الفراغ، كان عندي الوقت وشباب يعني، فكان عندي الطاقة إنه أعمل الحياة دي كلها، فما كنت نضيع أي وقت يعني، حسيت إنه دي opportunity ما بتتفوت، أي شيء يعني حاولت أخش فيه يعني. فبعد ما تخرجت من هناك وفعلا أنا درجاتي حتى تحت الجامعة كانت أحسن كثير من هنا كلما كنت قاعد في قطر. لما تخرجت حاولت أشتغل هناك بالذكر. بعد ذاك كان عندي أختي صغيرة علا، مفروض كان تتزوج الوقت ذاك، فكنت رجعت قطر عشان قلت ما حيكون في زوج في البيت بعد ذا وكده، فحسيت إنه يعني ما حقدر أكون بعيدة من ناس البيت، فقمت رجعت قطر أول يوم نزلت فيه شنطتي، اليوم الثاني لقيت شغل في Queen Medical Clinic في البلاجو مول، هي عيادة بتاعت حاجات كثيرة يعني مستشفى أو عيادة، فاشتغلت فيها as a graphic designer، فده كان أول شغل أنا بالنسبة لي، لكن ما طولت هناك. بعد لقيت الأوفر الأحسن اللي هو أشتغل creative designer في قناة الجزيرة، وأنا كنت fresh graduate يعني أنا ما تميت سنة أظن متخرجة، ولقيت إنه دي يعني ناس كثير يعني من نفسهم اشتغلوا في الجزيرة يعني as fresh graduates وكده، فكان بالنسبة لي opportunity ما بتفوت، وأنا كنت عارفة حتى لو كنت أفكر أرجع أمريكا ما حلقى أوفر زي ده، فاشتغلت معهم تقريبا 8 شهور 9 شهور وأنا كنت شغالة معهم، وزي ما قلت كنت برضو شغالة في البروجكت التاني ده. اوكي
طيب يعني يعني ما شاء الله يعني والله يعني جميلة يعني الواحد يستمع للقصة بتاعتي كده ويمشي معاك المحطات دي يعني. والناس طبعا ما شاء الله لايف في الفيسبوك بيرسلوا لك السلام والتحايا ويعني حاجة يعني انت ما بتكوني شايفاهم بهناك. فطيب دايما يعني نحن عندنا المشكلة بتاعت انه والله يا اخي الشغل ده ما شغل بيت، أو والله الشغل ده ما شغل يعني، يعني عندنا الحاجة دي. فهل الحاجة دي أثرت عليك يعني، أو أثرت على شغلك، أو إنك أنت مثلا تقدمي للجوب لكن الموضوع ده لأنك أنت مثلا أنثى فعمل لك إشكال يعني حصل؟ حصل طبعا بداية في البيت يعني، في أفراد من العيلة يعني أو ناس close to me يعني. بذكر في زول كان قال لي يعني داري يتكلم معاي، دخلني أوضة وقفلوا الباب وشنو يعني serious talk يعني، إنه أنا شايف أنت بعد ما ديت الجرافيتي أنا شايف إنك أنت المفروض بعد ده يعني تشتغل شغل محترم في مكتب وكده وبمواعيد وكلام زي ده. وزول اللي بيقول الكلام ده الزول اللي بيقول الكلام ده دكتور. فأنا ما فهمت يعني الشغل المحترم دي كيف، لأن ده الشغل في الشارع والناس ما بتحترم الحاجة دي، وزيك زي ستات الشاي وهناي. فأنت مع كلامي لو ستات الشاي برضه ده ما شغل يعني، ده ما حاجة عيب. ايوه كيف الجملة دي بتطلع منك أنت دكتور كيف يعني، كيف ده حاجة ما محترمة؟ وبعدين أنا المتر مربع باخذ فيه وكذا، إذا أنت عايز تتكلم من ناحية سالري يعني أنا باخد شو كذا، هل أنت دكتور وفي بلد السودان دي تاخد كذا في سنة مش في الشهر؟ وبعدين دي حاجة أنا قارية عندي فيها شهادة، مو أنا ما قارية جرافيتي سوري، أنا ما قارية جرافيتي لكن قارية تصميم، سو ايوه يعني حاجة قريبة للحاجة الثانية. ف كلام زي ده طبعا جاني كتير، وفي الاول برضو قبل الثوره كنت يعني التعليقات كانت كلها في السوشيال ميديا وفي الصور ده شنو ما تنضف في الشارع احسن ليكي يعني، كل رسمت لي حاجه وخدت لها بوست. وفي طبعا تعرف السودان يعني مرات يقول لك ما تنضف في الشارع كده، اقوم اعلق اقول طيب انا علي الحيط وانت عليك المضافه، يس نكون مع فيري جود. بعض نساعد بعض ايوه طبعا نبني مع بعض، ايه ايوه رايك في الفكره دي؟ يعني في يعني تعليقات كثيرة طبعا في الشغل طبعا دي حاجة يعني it's a given يعني. أفتكر لغاية الليلة نحن في 2021 كونك تكون لسه صعب، كونك تكون مسلم حاجة صعبة، كونك تكون من أفريقي برضو حاجة صعبة، حتى في البلاد المتقدمة كان في أمريكا كان في anywhere يعني، ما أخش في politics لكن والله شوفي بتعرفها يعني كويس انك انت يعني قلت لنا الحاجه دي يعني فيري اون يعني نحن واحده من الهدف بتاعنا في مبادره الباحثين وفي البرنامج ده انه دايرين يعني الاستيغما دي اول حاجه دي يعني تقل في المجتمع، يعني الناس تنظر لانه الزول اداؤه في المجتمع مش انه هو والله راجل ولا مره، يعني لانه يعني حتة انه والله المرة فاس، سمعت طبعا بتكون المثل ده المرة لو بقت فاس ما بتكسر الراس والكلام ده، فيتخلي يعني خلاص يعني الموضوع ده بقت مفهوم، فاسنا المرة لو بقت فاس ما بتكسر الراس. بتعرف الفاس اللي لا بكسروا بول اللحمة في الجزارة وكده ده مثل طبعا يعني مثل شائع جدا في السودان، يعني لو انت يعني يقصد انه لو بقى راسها قوي يعني لا يعني مهما بقت يعني مهما كان عندها الباور ما حتقدر تعمل حاجه. ايوه يعني نحن دايرين يعني واحد من اهداف البرنامج انه الحاجه دي يعني الناس يعني تبدا يعني بالذات البنات يزيحوا الحاجه دي من راسهم عشان ينطلقوا، وبالنسبه للناس اللي عندهم الفهم ده يعاينوا للنسوان. يعني ناس مثلا في نسوان انا اتكلمت قبل كده في نسوان قائدات العالم، يعني مثلا زي نيوزيلاند يعني رئيسه الوزراء النيوزيلنديه دي يعني ضربها المثل، يعني ما يعني الانجاز اللي حققته في الفتره بتاعت كورونا دي ما في راجل رئيس وزراء حققه. يعني فالناس المفروض يعني الحاجه دي خلاص يعني تبدا الاستيغما دي او العنجهيه دي تنازلوا عنها يعني. بالضبط
اكزاكتلي بالضبط كده. عندك انا كنت بذكر رسمت الجداريه بتاعت عشا الفلاتيه، وطبعا جدارات اللي كنت برسمها قبل الثوره يعني كانت ناس يعني قدموا للمجتمع بشكل عام يعني. فكنت بتونس مع زول وكان بيحكي لها عن عشا الفلاتيه وكده وشنو، وقمت عملت عنها جوجل سيرش. في جوجل مكتوب the first woman to appear on the radio، وهي يقول لك يعني لقب عشا الفلاتيه. لما تيجي يقول لك دي ما فلاتيه، يعني مجتمعنا السوداني يقول لك دي فلاتيه دي جات هنا وشي بروك الستيريوتايب وبقت اول واحده تظهر في الراديو. انا بالنسبه لي ده انجاز يعني، شوف هي عملت كده يعني، انا افتخر ان هي تكون سودانيه مش انه يعني يكون لقبها كده. فمشيت رسمتها وانا برسم فيها، في ناس بيقولوا لك دي منو دي شنو، بعدين تكتب 10 فلاتيه ورسمها ليش معنى هي، تقوم تقول له الكلام ده هو ما يكون عارف. فالناس هي تعرف الانجاز اللي عملته. وفي عندك فاطمه احمد ابراهيم برضو اول امراه في البرلمان، والرسمه دي تحديدا بعد ما خلصتها بعد ساعتين ثلاثه حاجه زي كده، زول جنب الساحه قال لك لا يعني خلي اي شيء، قال لك شيوعيه مسح الرسمه قلت زادكم شيوعيين مسح الرسمه ومسحها. يعني هي في النهايه دي صوره في حيطه، الزول ما حيطلع من الحيطه. ثاني شيء الحيطه ما ملكك يعني، زول انا رسمته في حيطه تبيته البروبرتي بتاعته وانا مستاذنه منه. يعني حتى الستيريوتايب بيقول لك انه جرافيتي ده فانداليزم، انه ده تشوه ولا بيقولوا شنو تشوه يعني تخريب. ايوه يعني انا استاذنت من السيد البيت من الحيطه، وقال ما عنده مشكله. يبقى انت كيف لقيت ان عندك حق، لانك انت بتحب حاجه معينه بديك الحق انك تجي تشلك بوهية تمسح الحيطه وتمسح وجود الزول وانجازاته. الاهم من كده انجازاته مش ميوله السياسي، عشان هي امرأة ولا عشان هي شنو. وفي تاني المسح برضو الجدارية بتاعت محمود عبد العزيز في المزاد. أنا اليوم داك أنا طلبت الترحال وشايل السلم، يعني السلم ده كان أنا قاعدة في غرفة الترحال داخل له قدام عندي صوان، وشايل 4 شنط بتاعت ألوان بتاعت بوهية يعني. مشيت لحد في المزاد، أنا بس عرفت إنه محمود عبد العزيز ساكن في المزاد بحريل، ما بعرف بيت وين ولا بعرف الحلة ولا بعرف زول. ركبت الترحال مشيت هناك. لما وصلت هناك قلت بيته وين، ناس اشرار على بيته، لقيت انه بيته فيه وفي زول جعامل زي نحت كده في الحيطه فدفن براو نوع ثاني من الجرافيتي. لقيت حيطه جنبه فاضيه، رسمت الجداريه بتاعت محمود عبد العزيز. قام برضو في واحد مأجر في العماره نازل يمشي ماشي جاي ماشي جاي بعيني. طبعا يعني أنا مشيت هو بيعجبتك بألواني، وكان معي واحدة صاحبتي ألمانية وواحدة سودانية ورانا، يعني ده عشان محمود عبد العزيز ما عشان حاجة، لكن الناس يعني الحلة كلها مرقت كلهم شابين ما في الحوت يعني كان زي ال يعني أنت بتحس بحب الناس لمحمود عبد العزيز بوقفته في الشارع دي، كان في طاقة إيجابية مبالغ فيها يعني. one of my favorite experiences يعني اليوم ده الناس كلها وقفت برا، وبعدين جو حتى البنات الحين اللي طلعوا وجابوا جبنة وجابوا شاي وقعدوا يضربوا للناس كده طلعي تعالي، والناس كلها عملوا برنامج قاعده. فكان في يعني زي ساحتين جميلين كده مع الناس ونسا وكده، وناس تيجي تقول لك شعر او تقول لك بيت من الاغنيه بتاعته الفلانيه عاتبها لي هنا لانه بحب الحاجه دي معناتها كده. كانت حاجة جميلة شديد. الزول ده نزل خلى ده كله والجمال ده كله مركز بس بعلينا من فوق، بعلينا تحديد من فوق للتحت. طبعا هيكون مع جوع عدم الطرحة والله أعلم، ناس يعني متلمية شباب كثير وشنو ما عارف المنظر كله. مشي جا مشي جا مشي جا، بعد ما نحن خلصنا الرسمة على المغرب تحركنا وأنا طيرت اليوم الثاني، وأخواته الاثنين أخوات محمود عبد العزيز جو
وقفوا معانا وصورنا وتونسنا، وامه ضربت لي تليفون وكده واستعجلتها تعشر معانا شاي ما اشرب شاي، انا كان لازم ارجع البيت اسيب شنطتي. لما ركبت الطياره ووصلت قطر اليوم الثاني ضربوا لي اخوات محمود العزيز، قال لي الزول ده جاء ممكن ساعتين ثلاثه بعد ما انت مشيت، قال بويا مسح الحيطه كلها. ليه؟ ما ليه؟ قال رسوم الارواح حرام. انت خليت الدعايات بتاعت التليفون وخليت العدس والصلصه والدعايات اللي في الشارع دي بتاعت الناس، بس جيت قعدت تمسح في رسمه بتاعت زول الناس دي كلها بتحبه، والناس دي كلها قاعده تترحم على روحه لو بدات تتكلم عن الدين. ركزت في الحته المعينه دي، فهي يعني دي حاجات كلها هي بتعود انه انا يمكن عشان انا بنت، لانه لو كان راجل كان التصرف كان حيكون مختلف، لكن هو كان بالنسبه له يعني الموضوع سهل والمسح الرسماتي قبل كده يمكن عشان انا بنت. الله اعلم يعني دي حاجه او ممكن حتى قبل ما زول يقول ده من فعله ومن نظرته ومن طريقه الكلام و يعني بصفه عامه بتحس انه الحقيقه حاجة دي، يعني لو كان زول ضعيف أو كان زول مركز معاه شديد كان ممكن أخلي الحاجة دي كله أقول أنا ليه شنو اللي خليني أركب طيارة؟ ما أنا قاعدة في قطر وقاعدة في أمريكا، ما خلينيش هنا أعمل حاجات دي لشنو؟ أنا أهمية الرسوم الناس دي إنه بغض النظر أنت بتحب تسمع لمحمود ولا بغض النظر إنك أنت بتسمع لعشا فلاح، ما لازم أغاني يعني، لكن بغض النظر أنت شيوعي ولا لا، الناس دي قدمت للمجتمع من زمان، ونحن طبعا اعلامنا ما جايب حقه. فدي كانت بالنسبه لي طريقه انه اوثق يعني ذكرى الناس دي قبل الشهداء، انه الناس دي قدمت للمجتمع بتاعنا، اوثق حتى انجازاتهم حطها في حيطه عشان حتى ما كان عارف انجازاتهم زيي يعرف. انا ما كنت قاعد في قطر وكنت قريت في امريكا وكده يعني بعيده من الحاجات، فكل ما تونس مع زول واعرف في شخصيه بالله زول ده عمل كده لازم زول يمكن اكيد في زول ثاني ما عارف عنه، فكنت بحب امشي اعمل الحاجه دي. فالناس دي بتخلي ده كله والفكره دي كلها والانجازات دي كلها بتركز في حته معينه. نعم، لكن يعني او يعني اول حاجه احيي فيك الاحساس الراغي ده، يعني صراحه يعني احنا عندنا مشكله بتاعت انا هتكلم لك بس عاقب لك عن الموضوع ده من جانبين. عندنا اول حاجه مشكله بتاعت عدم توثيق، فنحن عشان كده يعني ارتئينا هنا في مبادره الباحثين السودانيين وعلى راس دكتور انور رفع الله انه نحن نوثق للناس المبدعين. فانت ذاتك يعني انت يعني زوله مبدعه، زوله يعني نحن ما حنقدر يعني بالحاجات اللي انت بالاحساس الجميل اللي عملتيه ده، نحن لو عملنا معاك حلقه 20 حلقه ما حنقدر نكفي رسمه واحده بتاعت عشا الفلاتي يعني. فالتحيه ليك والتحيه لكل امراه سودانيه يعني قدمت للبلد. طيب انا بس اطلع لك شويه كده، واحد سال سؤال جميل في الفيسبوك يعني قال اسم اصيل، اسم جميل جدا جدا، وانا ذات يعني شايف الاسم جميل يعني، قال لك سبب الاسم شنو؟ هذه قصه حكوا لي كان ما في صحيح ولا لا. قالوا الدكتور قال لهم ولد، فامي عندها كان عندهم كتاب، ابوي كان سفير وكده عندهم كتاب تاع دبلوماسيين، ففي سفير عراقي اسمه اصيل، امي عجب الاسم قالت ولدي درس انه اصيل. لما طلعت فيه وبيكوا على الاسم. على كل يعني التحيه لامك والتحيه لابوك يعني، من هنا يعني الله. طيب نمشي نرجع تاني، نحن انا حنجي راجعين تاني للجداريات وجداريات ثوره ديسمبر المجيده، لكن انا بس داير الفتره بتاعت انك انت شغلك في 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 قناه الجزيره وشغلك في قطر عامه يعني. طبعا برضه نحن عندنا في الخليج برضه عندنا النظره للشغل بتاع المراه لسه برضه فيها برضه استيغما يعني او استيغما. فهل برضه الحاجه دي اثرت على شغلك؟ يعني برضو يعني نفس السؤال انا بعيده لك بطريقه ثانيه يعني. هي طبعا اثرت في شغلي، ده سبب زي سبب كبير جدا انه انا بقيت ما بشتغل في مكاتب اصلا.
احسن ما اخش في التفاصيل يعني ليه خليت الحتتين دي كنت شغاله فيهم، لكن حصل لي هنا وحصل لي هنا يعني بالخليج يعني you know. فغير انه غير ان انا كنت بيت كنت سودانيه، فكان في عنصريه في الحته دي يعني. يعني انا بكون عندي شغال نفس الوظيفه اللي انا شغاله او قاريه في امريكا اللي هو المفروض يعني شهاده قويه، بيجي باخذ مثلا نص الراتب، المعامله بتكون مختلفه في المكتب، حاجات زي دي. فهو رجعت البيت قلت انا سميته يعني ليه تعبانين تقدروا تبيني وديني هناك وقريني واجي اشتغل هنا عشان شنو؟ عشان انا اضيع شبابي في مكتب عشان راتب ما دايره الشغل ده. كنت انا قلت دي فرصه وانا اخلي هي حاجه عشان اشتغل شغلانه زي دي فرصه ما في زول حيلقاها وشنو ما دايره، لانه في النهايه زول بيشتغل هو بيمشي مكتب 7 صباحا بيجي بيت الساعه 3 5 المساء يستحمى بنوم ثاني اليوم الثاني عاده ثاني عاده ثاني بيقوم يموت. فانا ما كنت عايزه اخلي الدنيا دي يعني من دون ما اكون انجزت فعلا حاجه، من الانجاز ده ما حيكون شهاده وشغل ساعه يعني حسيت روتين ممل يعني، والزول اللي زول ذات البيربس بتاعه في الدنيا ده اكبر من كده يعني. فده كان ده كان تركيزه كله كل يوم يعني، لو يعني لو سمح الله حصل شيء يعني حزول حذكرني بشنو؟ حكون عملت شنو؟ فكونه انا اكون بيت وزول يزول يعني انت اللي بتثبت وجودك. اذا هو قيمني انه انا بس بيت ولا جنسيتي كده ولا ديانتي كده ولا كده، انا لازم اثبت له حاجه اكبر مني. فدي دي دي, دي ايوه دي تحدي ايوه. فدي حاجه دي ابتني يعني ان انا اعمل حاجه دي. فهو قعدت افكر السنه اللي اخذتها بعد ذاك فكرت انه انا اعمل شنو اعمل شنو اعمل شنو. لما خشيت الانترنشيب زي كلها قلت يعني الجرافيتي ده ما في مش بتلاقي بيت بتعمله. ما شفت لي بيت بتعمل، انا ما فهمت الناس تقولي يعني، لكن بس عجبتني الفكره دي بالذات يعني انه دي حاجه تعتبر ذكوريه، فن ذكوري. لانه في جري من البوليس طبعا في امريكا، جري من البوليس وما عارف شنو في الشارع، وتطلع فوق شنو اللي بيعملوه في العمارات وبيعملوه في القطر في بروكلين الحتت دي. فقلت ما في بيت بتعمله لا في قطر لا في السودان، ودي الحتت اللي انا حاسه قاعده فيها. أخو بديت أعملها بس يعني كده في بيوت صحباتي. كنت بعمل شغل ساعي يعني، بس بقول لهم هي قطك دي ممكن أرسم فيها، بقول له أوكي برسم لها، عم أخذ صورة نزلها في الفيسبوك ولا whatever. بديت كده أي شيء شوية شوية يعني، ما تميت شهر يعني شغل. كان بذكر أول بروجيكت كان بالنسبة لي في قطر ريسينج كلوب يعني، كان تقريبا 16000 دولار ولا حاجه زي دي يعني. قلت خلاص طيب انا اشتغل لي في مكتب واخلي الحاجه دي واعمل حاجه دي فول تايم، وفعلا يعني الحمد لله يعني ربنا يوفقني فيها. تحدي الفنان بطبعه ثاير يا اصيل، الزول اللي بيحب الفن وزول يعني بيشغل الفن زي كده يعني دائما بيكون ثاير طبيعته يعني، بيكون زول يعني ما 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 بحب الغيود. والله انت كشخصيتك اصلا كده يعني ما عندها علاقه بالفن كويس. وفي ناس كثيره كويسه في الرسم يعني، في ناس كثيره بيحبوا الرسم وبرسموا كده، لكن الفنان برضو دور مسؤوليته انه هو يرسم يخط رساله. اي نوع من الرساله، رساله حب، رساله حريب، رساله واي نوع منها. فكون انا اخترت حاجه معينه دي، انا الميول بتاعي الفني ماشي للحته دي. عندك كل انواع الفن حسه يعني، لكن وفي ناس بيحبوا انواع يعني. عندك بس حسه المخزن في فن الزني والحاجات دي، ده ما فن يعني بتاع ثوار ولا كده، لكن في ناس كثير بيحبوه. فن بتاع البيكينج الطبيخ وتعمل الكيك والحاجات دي، ده برضو نوع من الفن، لكن برضو يعني كل فن له جمهوره، له يعني الفنان هو الاتيتيود بتاعته هي اللي بتعمل الرسم بتعمل الدور بتاعه. اوكي تمام جدا. طيب نحن عشان نمشي
نتحرك، حنمشي على ثورة ديسمبر وذكريات. يعني أنا حخليك أديك بدون سؤال، يعني حخليك أنت تحكي ذكرياتك عن ثورة ديسمبر يعني في النكست هاف أن أور. يعني بدت يعني أنت يعني لما بدت ديسمبر، أنت كنت في الخرطوم ولا كنت في قطر؟ بعدها جيتي حضرتي يعني حضرتي مآسي كثيرة يعني في 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 ثورة ديسمبر يعني. أنا كنت في قطر لما أول مرة شفت فيها الأخبار وشفت الحاصل في السودان. قبلها أنا كنت في السودان ولا شو؟ قبلها كنت في السودان قبلها بأربع شهور تقريبا. لما جات شهر 12 زي ما قلت لك كنت بس بشوف الحاجة دي في التلفزيون، يعني قلت دي زي 2013 2016 أسبوعين أسبوع 10 يوم كده ناس ترجع حياتها الطبيعية. فحتى ما كنت بحب يعني أحضرها ولا في الأخبار ولا دارت تسمع أشياء. دخلنا في أسبوعين، دخلنا في الثالث، جينا في رأس السنة، بعد رأس السنة بأسبوع، يعني لقيت الموضوع ده ماشي مطول وبدأت أركز معاه شديد، يعني بالذات في الأخبار. وأكثر حاجة ركزت معاه هي قتل الشباب الثوار. وكده ده كان ما كنت شغالة يعني، لكن كان تركيزي يعني 100% مع الحاجة دي. وفي السوشيال ميديا كنت بفتح بلقى حاجات وزول خسر زول بيعرفوا، يعني بعد ذاك في ناس بدأت تعمل illustrations، نوع من الفن برضو بتاع الكوميك أو مثلا تصوير أو ديزاين معين ولا حاجة زي ده. كله جميل، ونحن السودان دي بالذات ما عندها تقصير من فنانين وفن وكرياتيفيتي ورسم، يعني ما شاء الله. لا يعني أنا متأكد الناس دي كلها لو شعلوها هنا الفنانين والدوم برا يعني بكفوا أي شركة وأي يعني. لكن برضو بحسيت إنه يعني حاجتي مختلفة، لأن أنا برسم جداريات، والجداريات دي بالذات يعني مفروض تكون في الحاجة الخاصة حاليا اللي هي كانت البروتست. فمشيت كلمت مع ناس البيت، قلت لهم انا لازم امشي السودان. وغير ناس البيت، عندي ناس القريبين لي كلهم بيقولوا لي ها انت حاسه لو اشتريتي تذكره ومشيتي السودان هتعملي شنو؟ تفتكري انك هتقدري ترسمي على راحتك في جداريه وتطلعي وسلي وترسمي هات اللون ده وهات اللون؟ فعلا دي كانت حاجه out of the question يعني. لكن برضو قلت بس أنا عايز أمشي أكون موجودة في السودان. مشيت كلمت مع ناس البيت كذا مرة، وطبعا رفضوا رفض تماما. قمت عملت عصيان مدني في البيت ودحدت ما هم وافقوا. يعني لما حجزت التذكرتي كانت الثورة مش بدأت 19 12، أنا 19 واحد كنت في السودان، ولا 18 واحد كنت في السودان، يعني شهر بالضبط انتويت كنت في السودان. ولما جيت هنا أول أسبوع كده أول 10 يوم فعلا كنت ماشي المظاهرات، ويعني كله كنت بعمله. وأنا جاية هنا أريد طبحت استيكرات اللي هي فيها برضو حاجات كده يعني عن عمر البشير وعن الحكومة الأوفرثرون بريزيدنت. كنت أخذتها في جيبي، كنت لابسة جاكيت مع إنه ما كان برد يعني، لكن كنت لابسة جاكيت كده كبير أخذتها فيه حاجات عشان قلت ما يفتحوا شنطتي يشيلوا من الحاجات في الشنطة. وجايبة معايا البخاخات بتاعتي، الألوان دي كمية منها زي ديل كده جايبها من برا، لأنه هنا ما في في السودان وأفريقيا ما أفتكر فيه. جيت بيهم هنا، وزي ما قلت لك اول اسبوع سالت الناس كده اي زول بيقول لي حيكون الموضوع صعب. وفعلا انا كنت بشوف
ناس الدعم السريع والناس دي كلهم في أي زاوية في أي شارع. فالحاجة الفكرة بتاعت إنه أنا فعلا أقعد أرسم قدامهم دي ما حيخلوني أتمها، بس يعني حيلقاك واقف كده بتعمل في حاجة رسم، حيقولك أيوة ده شاعر ودق طلقة وانتهى الموضوع. يعني الموضوع بالنسبة لهم is very easy يعني. فكنت بتكلم مع صديقتي الإعلامية سوزان سليمان، فقال قالت لي أنت طيب ما تمشي الأحياء بفكرتك دي؟ أمشي الأحياء يعني، هي يعني أدتني فكرة، قلت لها أمشي خشي الأحياء شوفي بيوت الشهداء ديل، أمشي أرسمي واحد اثنين منهم خشي الأحياء وخلي الأولاد الحلو كلهم يطلعوا وأنت بترسمي يعملوا لك زي كبر يعني، يعملوا لك كبر. فعلا أول شهيد مشينا له كان هي ذاتها مشت معي، مشينا لدكتور بابكر سلامة، شهيد دكتور بعد السلام، مشينا بيته في كافوري، وبيته بالذات يعني دكتور بكر على الشارع الزمن الرئيسي. فأي زول يعني الحيطة دي كده أي زول بيجي مار أي زول، والناس ذاتها ساكنين في حلتهم يعني حلتهم أو شارعهم يعني الأريا بتاعتهم كانت صعبة. وأول يوم مشيت مشينا على يعني قريب المغرب، فطبعا ما كنت حقدر أرسم، أنا كنت عايزة يا دوب دي الفكرة مبدئيا عايزة أشوف هل ممكن تتنفذ ولا ما ممكن تتنفذ. أنا فرنسي قلت حتى لو تنفذت أنا ممكن أعمل واحد اثنين ثلاثة بالكثير، لكن ما الرقم اللي وصلنا وده حس الليل هقول لك بعدين. فمشينا شربنا معاه شاي كده وشنو تونسنا معاها، وتكلمت على ولدها وقرا وين وبيحب شنو ما بيحب شنو. أنا كل اللي لاحظت له في القعدة اللي احنا قاعدين معاه تقريبا ساعة ولا شيء ما دمعت كله وما شهيد. نحن كل خمسة جانا نخش حمام نجي طالعين نخش حمام طالعين، لكن هي سبحان الله راكسة بطريقة مخيفة يعني. فأنا بس كله اللي كان فيني إنه أنا لازم أصل المرحلة اللي وصلتها وما شهيد. أكون راكزة زيها كده يعني. أنا كل فراسي كان يعني هل الحاجة دي هل حتعمل، بعد ما رسمتها هتعمل حاجة؟ ما دي أنا ذاتي كنت يعني doubting myself يعني بيني وبين نفسي هكون ضفت شنو للحاصل يعني. فحتى هي طلعت معي ورتني الحيطة، قلت لي على فكرة الحيطة دي أنا تمت يعني خلصنا تمت. هو كان ذاته شغال فيها بيبني بيوسعه في البيت، وهو ذاته كان شغال فيها قبل ما يطلع، وتمت يومين قبل وفاته ولا حاجة زي كده قريب لوفاته. فقلت لي كأنه الحيطة دي أصلا اتعملت عشان هو يترسم فيها. فهو ده اللي اداني الدافع انه يعني ابدا الحاجة دي. قمت يعني يومين كده بعد يومين ثلاثة تكلمت مع كم زول، حبيت أعمل لي فريق بتاع يعني زي فريق بتاع تيم يعني بتاع شغل. إنه زول يوثق الشغل، معلش يعني إنه زول يوثق الشغل وإنه زول يصور وزول يعني يكون واقف وكده يعمل لنا زي واتش. وفعلا يعني أول رسمة دي كان معي ثلاثة أربع أشخاص، كان معي بدوي اللي هو خليفة راق، كان معي معتز محمد، كان معي أنس الطيب، وكان افتكر بس نحن الثلاثة، معي نسيبة الدباني وسارة مكي اللي هي بنت أمين مكي الله يرحمه المناضل أمين مكي. فقمنا مشينا وبديت الرسم، خشينا على المغرب. صحيح معلش أنا بس
لا لا خذي راحتك تماما. انا كذا ايوه مستمتع. فاول يوم رسمنا الحين بعد ما خلصنا الرسم او قربنا نخلص الرسم دخلنا على المغرب. فطبعا السودان ما في وقت تشوف على الانوار وكذا، ما قدرت اشوف الحيطه. فجيت اتيم اليوم الثاني، اليوم الثاني كان معي 3 اشخاص اللي قلت لك قبل شويه ده. و اول ما خلصت الرسمه كان معي اخوات الشهيد زي 3 4 انه ودعمته كانوا واقفين معي. كان احنا قاعدين واقفين من الصور انه مع خلاص الرسمه انتهت وكده. فجأة اللي كان بيصورنا وقفت وراه، جا وقف بوكس هيلوكس طلع واحد كده بعصاية مع الخرطوش ولا شنو، طبعا هم خرطوش بكنت افتكر فيه اسمنت عشان يضرب الزول، وكان داير يضرب الزول اللي بيصور فينا ده بدوي. فأنا قمت كوركت يا بدوي كده، لما كوركت عاين ورا لأول ما شافه فكر سريع وفك الجري. لما هو جري كده الزول ده عين لينا كده، عين له مشى حاول يجري وراه ما قدر يلحقه. الزول جابنا للحيطة للرسمة. أنا قلت له دي الفكرة كانت إنه عملنا ميتنج قبلها إنه زول يكون دائما قاعد في العربية ومشغل العربية. الحمد لله هو كان فعلا كان قاعد في العربية، حتى ألواني نصها في العربية ونصها تحت. قلت له، فهو لما شافني أنا عينت له قام شنو يعني بحاول إنه ما يعني يلفت نظر على نفسه إنه ما معانا، بس زول واقف في الشارع ساي. فعينت له وأنا بقيت ما عارفة أرضي، بقيت بعمل كالكوليشن يجري له ولا زول ده فيك فينا طلقة هسه ولا والبنات ديل ولا نخش جوا البيت ولا نعمل شيء. بس قلت لك أخواته أخوات الشهيد جروا على البيت دخلوا ونادوني. أنا مخلعة طبعا مركزة مع الحاصل ما فاهمة، لقيتهم مشوا كده ونادوني وسمعت أصيل، جريت وراهم عشان جوا. الزول جري ورا الزول بصور ما قدر يلحقه، قام جا راجع راجع علينا نحن على البيت يعني. فالزول كان سايق اللي كان معي طوال دور عربية سريع وجاء قدام الباب اللي أنا كنت واقفة فيه فتح لي الباب كده، نطيت جوا العربية قام دلينا زي ما بنقولوا. قام بتاع الهيلوكس رجع على العربية وبرضه جرى وانا في الشارع. فبقينا نحن شنو يعني حايط على الطرق الساعه ماشيين ورا بعض، شارع الزلط في كافوري في بحري في نص الناس، شويه في الزلط شويه في التراب شويه في الزلط، يعني كان حاجه يعني زي فيلم. انا كل شويه عين ورا القى ورا عين ورا، بس الحمد لله زول كان سايقني ده قادر يسوق، انا استنى بيقدر يسوق كويس. فدخل بينا في حله كده، المهم بنينا لنا بيت زي بيبنوا فيه ولا شنو، خشينا في الجراج ضيعناهم قعدنا في الجراج يمكن ساعه ساعه قاعدين هناك، الناس تلم اعصابها تروق كده نتاكد انه ما لحقنا ولا كده. فعلا طوالي منا رجعنا الخرطوم. لما رجعنا الخرطوم الناس دي قعدت مع بعض، في اللي طلعوا من المشروع كله كله قالوا لحد هنا وكفايه، وفي زول واحد فيهم اللي كمل معي. وحتى انه انا اكمل وانا ما اكمل دي انا بجيب براجع نفسي، مش عشان شيء انا قلتها فعلا بعد الرسم انا هو معرض ناس، خلي انا الناس تعرض حياتها للخطر، وقلت الكلام ده للناس. فردهم كان انه نحن كده كده حنطلع كده كده نحن حنطلع. فدي طريقه تانية انه الواحد يثور يعني بروتست ف معاكي او طلعنا في صور احنا طالعين، فاحسن احنا نعملها حسب بالطريقه دي لان دي ثوره فنيه. حاليا ما في حاجه، كله هتافات والناس بتطلع في جروبات، لكن ثوره فنيه تحديدا ما كانت، ذا ارت ريفولوشن ما كانت. وده كان شهر بتك شهر واحد يعني قبل القياده ب5 شهور، هذا من مجال الحاجات الثانيه دي بعد 5 شهور، لكن دي كان وقتك ما في اي حاجه زي كده. فعلا بعد ذاك عملت لي في ناس سمعوا باللي حصل ده، وهي ذات اخت الشهيد سوري الهيلوكس رجعت البيت قال لهم يا تدون البدي يا ما اعرف بهبيه وبهددوه ناس البيت.
قزر صباع ودعمت الشهيد دكتور بابكر وشال ألواني اللي أنا جايبها معي من برا. قمت استنيت أشوف تاني ناس جاي من برا جايبين معاهم الألوان، وغير كده كبرت التيم حقي شوية. بقى في زول يعني حسي أنت دورك يا أستاذ ياسين مثلا يكون أنت بتضرب لأسر أهل الشهداء، بتعرفهم ساكنين وين، بتاخد الموافقة الأولية، تعرف نفسك، تعرف التيم شغال، تاخد الموافقة الأولية عبر التليفون، يعني بقى زي الشركة زي البروجكت كده. انت تاخذ الموافقة الأولية من التليفون. في زول تاني شغال معانا بس بيسوق لنا، نحن طبعا كان ممكن ناخذ ترحال ولا يجي، لكن ما كنا عايزين زول بيعرف يسوق ومعنا يسوق يحافظ الشوارع يخش لنا بطير بالسماء اي شيء. المهم هو همه كله to be fully attentive job description، يعني مركز 24 ساعة، وبعد ذاك بيعرف اي حي واي زاوية واي يعني اي حتة. في زول تاني كان مسؤول من اول ما نصل هناك يمشي مثلا يشوف الشباب ساكنين في حلة، يعني دوب باب البيت ويقول لهم اطلعوا ويقول لهم شو عمل نفسك بتشرب هناك في قهوة، بتعمل نفسك هناك بتتكلم في التليفون كده، عشان لو شفت حاجة بيقوم هما بيقولوا لديل يا حنصفر ليكم يا حنضرب تليفون يا صوت، المهم اي شيء some sort of key انه في حاجة داخل على الحلة عشان نحن نبطل شغل. مرات حتى كان عندنا عربيتين بتاعت محمد الصادق وبتاعت محمد جولي، مرات بيكون عربية قدام البيت وعربية ورا البيت، فدي عملناها في بيت الشهيد حزاع لأنه اليوم داك بزاد رموا فينا ببان جوا البيت، والناس دخلت تستت في أوضة مع الأسرة ذاتها، وبعد ذاك لما انكتبت لنا نطينا بالحيطة مشينا بالعربية الورا، يعني بنخط ترابيزة من قبل عشان نطلع فوق الترابيزة ونطلع بالحيطة نمشي للعربية اللي بورا عشان هم يكونوا خاشين به هنا. وشو طبعا هناك دارين دقوا دارين اكتلوا دارين اكتلوا بيعملوا دان يعملوا فحاجات زي دي. فنحن نحن قمنا عملنا زي بعد بابكر عملنا محجوب التاج، وحصل لنا نفس المنظر ده برضو جوف الحلة يعني التاجرة، وبرضو الناس يعاصينا نكمل يعني ركبنا راس يعني في الموضوع ده، قلنا نكمل لأنه أول ثلاثة تجارب كان أسوأ واحدين. جينا اليوم الثاني كملنا بتاعت محجوب التاج، حتى ناس البيت يعني احنا خفنا يعملوا لهم هم حاجة برضو، لكن الحمد لله الناس البيت ذاته كانوا معانا في الحاجة دي. فأنا لو ما كل زول كان يعني مصير الإصرار ده كنت خليت الحاجة دي. والعجبني إن الناس زمان ما كانت محترمة الشغل ده ولا الجداريات وما مدي، وحسة بعد ذاك حتى في كان مثلا نقطة الشهيد صالح عبد الوهاب كان بفتش فيك عايز أطلب بري، يعني هم ذاتهم بيجوا يفتشونا عشان ندي نفسهم. فالحمد لله يعني عادت الليلة نحن عملنا تقريبا 43 شيء، 43 بيت منهم هنا في الخرطوم، منا في الكلاكلة، في مايو إن شاء الله الله قدر نطلع كمان للولايات الأخرى. يعني سيدي يعني أنا مشيت طبعا، أنا مشيت السودان في اللي هو في فبراير اللي هي فبراير دي، يعني بعد ممكن مشيت يعني ممكن، لكن مشيت فترة صغيرة جدا يعني. فحتى كنا ماشيين نصلي في مسجد فكوا بمبار، يعني كان ما حاجة يعني حاجة مخيفة رعب، فما بال انك انت شغاله في الجوده ومعك يعني ناس وتخطط وتطلع وتنزل، يعني ده تحدي ما عادي يعني. ده كله عشان انكم انتم تخلدوا ذكرى الشهداء، وفي نفس الوقت يعني هو شهيد ده يعني مات، انت جيتوا قتلتوه، يعني اللي هو الناس الامن والله الدعم السريع والله المهم قتلهم يعني. طيب انتوا خلاص ما ده قتلتوه، انتوا ده المال يعني دايرين تاني تقتلوهم يعني، والله شنو يعني فهم شنو يعني انه خلاص يعني دايرين اي علاقه باي
موضوع يعني بيقام على 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 اثر الشهيد او على الشهيد اللي انتوا دارين تقتلوه، يعني دي حاجه، يعني دي حاجه تاريخ اهو. بس يعني احنا كم سنه الكلام ده؟ له كم سنه يا اصيل؟ لو سنتين له سنتين ولسه، يعني ما التاريخ ما هينساه. يعني اصل احنا يعني الفيديو ده هيكون في اليوتيوب، الجداريات هتكون قاعده، الايمج اللي اخذناه من الجداريات برضه هتكون قاعده. فده يعني يعني حاجه، يعني المهمه الحاجه اللي انتوا عملتوها يعني حاجه رائعه. يعني لا تغل عن الناس انه طلعوا هتفوا، لا تغل عن الناس اللي اتضربوا، لانه كان انتم معرضين ممكن تتضربوا في اي لحظه. يعني ف يعني الواحد ما عارف، يعني انتم المفروض ذات ان احنا نعمل لكم جداريات. يعني والله الحاجه دي طبعا زي ما قلت ما بتجيل من يعني دي ابسط حاجه ممكن كان يعني ممكن الواحد يعملها للناس دي، لانه دي الناس ضحت بحياتها عشاني وعشانك وعشان اي زول كان بيطلع في، يعني هو ضحى بحياته ذاته. فالجدالات دي ما بس كانت تخليد له، الفكره كانت انه انت لو مفكر دي للناس مع الثوره ومع الناس ضد الثوره، انه انت لو ما تطلع الثوره ده تذكار لك انه الشاب ده اللي هو الولد الوحيد في البيت البريد وينر اوف ذا هاوس طلع وضحى بحياته. فانت لو حتكسر تقول يا اخي ما اطلع هي بايظه بايظه ولا ما حطلع، دي المفروض يعني تحاول انه تشجع الناس تكمل في الحاجه دي. وبعدين يعني زي ما تقول سبحان الله معظم الشهداء ديل بيكون يا الولد الوحيد يا هو الوحيد اللي يعني قريب يتخرج حيشتغل اول شغال الوحيد، يعني بيكونوا يعني اكثر ناس مهمين في البيت. صح نعم سبحان الله. اي يعني كلهم لاحظت لهم كده. فانا حسيت ان يعني في حاجه مميزه عن الناس دي اللي ربنا ذاتها يعني اختاروا، يعني اي في حاجه مميزه في الحاجه دي. ف بالنسبه لي ذاتها كان زي المسج يعني. وبعدين نحن شغالين، يعني انا شفت بلبس السماعه دي ذاتها دي هنا وهنا، وبعدين ظهري بيكون على الشارع، يعني ما بعرف وراي حاصل شنو. فاساسا لو كان في دعم سريع جا ولا في زول، انا اللي زول اللي بشحت يقول لي اجري امشي، يعني ما بكون عارفه حاصل شنو. وانا يعني بجهز، احنا كلنا نجهز نفسنا عقليا وجسديا لليوم اللي حنطلع فيه بكره. يا فلان وفلان بكره الساعه 2 عربيه فلانيه تجي فينا في حته فلانيه، نجتمع هناك تكون هناك الساعه كده، نركب مع بعض كل 5 بكونوا في عربيه كلنا عشان نمشي بيت واحد. في مره في الاول كنا نوصل البيت، بعدك الأسرة تقول لك ما داري الجدارية، وسبحان الله كل اللي قالوا لنا ما دارين بعد شيء قالوا دارين، لأنه شاف الإمباكت وقوة الحاجة دي. لأنه في النهاية الموضوع ده معنى الرسم ولا حلاوة الرسم، ما هي زول كان ممكن يرسم الحاجة، هي الفكرة ذاتها بتاعت الثورة الفنية ذاتها. وكمان يعني كوني أكون بيت عملت دور أكبر من الحاجة دي، يعني دي ذاتها فكر اليوم إنه يعني هم حاولوا دائما يكبتوا بذات البنات والنسوان والحاجات في البلد دي. أهو هنا أنا زي leading a whole team. فدي كان برضو message within itself، يعني رسالة في حد ذاتها. فأنا وصلت مع الناس اللي كانوا شغالين معي ديل معظمهم أنا ما بعرفهم قبل كده، أو يعني ما عندي معهم صداقة ولا قوة كانت قبل كده. لكن احنا في المشروع ده بيبينا ون ده ضاني وده عيني وده ظهري. يعني انا خدت سماعتي اكون خدت سماعه وما وده مركز فولي بس في الحيطه، وخلي انا يعني سلمت نفسي للمعادي دي ما في ده احساس ما في زيه. ايوه مش في مرات في الكومبانيز بيقول لك بيعملوا زي 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 تيست كده بتاع تراستينج عشان في الشركات وكده، بيقول لك اقع شوف اللي حيمسك فينه. نعم نفس الشيء نفس التست نفس الحاله دي. ف
طبعا ما قصروا كله كله يعني، لو ما كان هم دي الحاجة ما كان يتعمل في النهاية، كانت فكرة وما في عندنا دعم لا مادي ولا حتى دعم نفسي. نعم انت ماشي لأسرة شهيد، ماشي لأمه كمان، مش واحدة، كم 40 كم أم فقدت ولدها، قتلوا ولدها 40 مرة، تمشي لهم وتقعد يعني تقعد معاهم يعني حاجة ما بتمشي منك. بعدين يعني تحس إنه دي مسؤولية يعني من كل النواحي. وفعلا في ناس كان بيقولها بعد ما ترسمي الرسمة دي في الحيطة يعني حتعمل شنو حتعمل شنو للأسرة دي. أنا كنت برضو بحاجة باجي براجع نفسي يعني، وقتك الدعم النفسي ذاته ما كان، ما في يعني، حتى الناس كانوا بيحبطوك، ده اللي أنا بقدر عليه وده اللي دي مساهمتي في الحاجة دي، وهي زي ما حتاخد صورته في البيت في فريم، دي زي ما حتاخد صورته في تشوف صورته دي، دي حاجة تانية. ما بس هي الشعب كله يشوف صورته والشعب كله يترحم عليه، وأي زول ما كان عارف إنه ده بيت شهيد يذكر إنه ده بيت شهيد ويذكر الثورة، وتجبرهم إنهم يتكلموا في الثورة، وتجبرهم يتكلموا على الناس اللي قتلوا الناس ديل وياخدوا حقهم وما ينسوا اللي حصل. طيب يعني انا يعني معلش بس اعمل لك بريك شويه كده. ريم معانا، ريم فيصل ودكتور انور، هتجهز فيكم وخش يا جماعه. ريم دكتور انور هيثم، تفضل يا دكتور. دكتور انور تفضل. شكرا جزيلا حبيبنا ياسين، وشكرا جزيلا يا اخي استاذ اصيل دياب. يعني صراحه الاحساس اللي وصلتيه لنا فيما يخص المعاناه بتاعت انك تعمل حاجه مطلوبه ومهمه، الناس ما بتربط الاشياء مع بعض. يعني بينما نحن في الثقافه وفي التاريخ بنكون دارين نحتفي بالاثار ونمشي نكتشف اللغه الهيروغليفيه والناس اللي كان قاصدين شنو، ودي حضاره لها 7000 سنه. الحاجه اللي بنقدر نوثقها حاليا بالوسائل الحديثه زي الفن الجرافيتي ولا غيره بنقوم نحاربها وما بنفهمها. لكن انا اعتقد انك انت عملتي عمليه عظيمه جدا جدا بانك دخلتي الفن ده، يعني هسه بقى حاجه مقبوله وبقى حاجه الناس بتدافع عنها. ليه؟ لانه مرتبط بقيمه ورمزيه كبيره بتاعت الشهداء. يعني ما اي زول اي زول حيجي. انا بتذكر في 2012 لقيت الفنان الفرنسي جي ار، وكان عنده البروجكت بتاع انسايد اوت اللي هو بيرسموا لهم بيطبعوا صوره كبيره كده عن مشكله، مثلا واحده اغتصبوها، واحد سرقوا اسره، قتلوها، حرب المخدرات الى اخره. فبيقوم بيرسم بيطبع صوره كبيره ويحطها كده في واجهه بتاعت مبنى كبير، وبيبدا بعد كده الحوار بتاع المجتمع انه دي منه الحصص شنو. يعني بتبقى القوه بتاعتها اقوى من خبر في هيدلاين بتاع جريده ولا كده. بس انت بتعمل الكلام ده بصوره جميله ورائعه، لكن لاحظت طبعا الاستراجل بتاع النساء بصوره عامه. يعني في حاجات كثيره زي ما قلت انت، والله لو كنت ولد ولا كنت راجل ما كان احتمال تمر، لكن لانك انت بنت ولانك انت في يعني بنت برضه من ثقافه ثالثه، يعني انت سودانيه لكن معظم حياتك وتعليمك وكده وبتاع كان في خارج السودان، وبالتالي انت جزء من المجتمع السوداني، لكن مجتمع في ظل الانقلاب والكيزان يعني دايرين المجتمع يكون شكله محدد، يلبس بطريقه محدده، يتكلم بطريقه محدده، عندهم توقعات من المجتمع والى اخره. فاعتقد انه يعني عملتي عمل عظيم جدا 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 في اسمه شنو ده في الرسومات بتاعت الشهداء. بس السؤال بتاعي، اذا كان اجدادنا خلونا قبل 7000 سنه رسومات في الكهوف وكده، قدر شنو الجرافيتي الرسمه بتكون قاعده؟ يعني هاو لونج داز ات لاست؟ هل نتوقع بعد شهر ولا هبوب زي بتاع الليله ولا مطره؟ هل ممكن تزحى؟ فيا ريت تكلمينا عن الموضوع. شكرا جزيلا.
سؤال هو سؤال دائما بيتسأل ليا طيب الجرافيتي هو يعني في النهاية هو فن في الشارع، فممكن أنا أرسم حاجة حاسة وزول يجي يرسم فوقيها، دي حاجة كويس يعني، ده ما فن متوقع إنه يقعد للأبد أساسا. عندك لو في شركة ولا في حاجة طالبة الشغل ده ورسمت عليهم في الحيطة بتاعته، هما بعد ذاك responsible للمينتننس بتاع الحاجة دي، يعني نحن ممكن نعمل اتفاقية كل سنتين أجي أعمل لها تاتش أب تاني، أجدد اللون طبعا مع زي ما قلت الحاجات. بعد ما يترسم ممكن أعمل له فارنش كوت بتاع بيثبته يعني أكثر، لكن الحاجة دي ممكن تقعد فترة طويلة لكن اللون بيبحث مع السنين. هنا في السودان عندنا مشكلة الحيط، الماء مضروبة مثلا بماسك، في البيوت معظمها بس بيكون بس لير واحد بتاع التراب، معظم الحيطة اللي أنا رسمتها دي مع الهواء الحيطة ما بتضعف كل شوية، التراب بيطير بتتاكل بتتاكل، بتلقى فيها حفر بتفتكر إنه ده زول عامل، لكن هي الحيطة كده هي ما مضروبة، هي ما طوب وبعدين اتضربت بماسك وكده واتعملت، هي بس يعني كده. وبعدين عندك هو يعني الناس اللي في الشارع، الأولاد الشوارع ذاتهم مش يهبشوا كده، ممكن يشلوا فحماية يرسم فوقيها يشوه العين وتبر، هو يفتكر انه هو بيزيد عليها ولا كده، لكن هو طبعا نوع من الفانداليزم برضه. لكن فن الجرافيتي هو اساسا it's not meant to stay forever، يعني ما حاجة متوقعة انها تقعد للابد، لكن حاسة طبعا الفهم بتاع الجرافيتي مع السنين الفاتت دي الناس بقت تكوميشن جرافيتي، يعني زمان كان فن شارع، فحاسه دي نوع من الفن جديد، انه الناس بقت بتطلب وطلب انه اعمل لهم الحيطه تحت البيت او العربيه او يتخطى في تيشيرت او كده، فبقى هو فيه سوق، ففي ناس بقت يعني انا الرسمه بتاعت محمود عبد العزيز دي مع انه انا ما كوميشن كان بالنسبه لي، لكن بعد ما اتمسحت وعملت مشكله في الحله وعمل مشكله بين محمود عبد العزيز والست اللي انا كنت مستاذن منها ارسم في الحيطه، جاء واحد ساكن قريب منهم يعني فوق 70 سنه، راجل ومرته ذاتس ات وعندهم ولد، قال لي الا ترسمي في حيطتي، ولي راجل يجي يمسح الحيطه، وبعد ما رسمت الحيطه صور الحيطه ذاتها، عمل لها سور، كل يوم بيقعد برا بيجيب كرسي وبيقعد، راجل كبير. انا اللي عجبني في كله انه عن الفرق السن بيني وبينه، لكن تقديره وحبه للحاجه دي يعني ما في اجمل منه، ما في اجمل من كده. في ناس اللي هم بقيموا الشغل وبيخلوا باله منه to answer your question يعني، لكن it's not meant to stay forever. يعطيك العافية. يعني طبعا احنا يا جماعة الليلة يعني حنخلص بدري، يعني احنا اتفقنا مع اصيل انه ساعة لا لا ونص. خذ راحتك خذ تفضل لنا راحتك. ربع ساعة يا ريم. ريم فيصل انت وين يا ريم؟ ريم دي شكلها خطت اسمع، حجزت خطت طوبتها ومشت. طبعا معانا هنا اخونا احمد داود رسل رسالة جميلة، يعني فبيقول فأحمد قال قبل اللايف ده ما كنت عارف مقدار المعاناة في العمل جبار ده بتاع الجدار، يعني لأنه هو قال أصلا هم جيران شهيد هزاع، فبيقول لك كل التحية وكل التقدير وكل يعني الحب للحاجة اللي أنتم بتعملوا فيها هذه. يعني طيب الله يبارك فيك. دكتور أنور عندك حاجة ثانية؟ والله دكتور أنور أنا من الخميس. ايوه انا السؤال بتاعي كان عن برضه السورس اوف فاندنج، يعني حاجه زي دي. انا عارف انه المواد غاليه جدا جدا، دليل انها ما موجوده في السودان، وانت بتتعب شديد جدا اساس انك تلقي المواد ولا كده. فكيف الكلام ده بيحصل، التمويل للموضوع ده؟ واسي دي لو انا مثلا في شهيد في بور سودان في مدينتي انا ده دايرك تمشي ترسمي، وهل انا هقوم اقطع لك التذاكر واشتري لك المواد وكده وبتاع على اساس انه يعني يحصل الكلام ده، واللي بيحصل كيف؟ يا ريت تودينا في البروسيس دي.
كويس. هو قبل الترانسبورتيشن والحاجات دي، احنا طبعا في الوقت بتاع الثوره احنا كنا سيلف فاندنج، يعني حاجه تكلفنا من جيبنا. يعني في زول برع بعربيته، معناته برع ببنزينه. الناس دي كانت قاعده مع بعض اليوم كله برا البيت، يعني بصرف مية، يعني ناس تاكل برا ورصيد و حاجات كثيرة الواحد ما كان خلف لا حساب، هما موضوع بس تكاليفي أنا، لكن حتى الناس اللي كانت معي يعني كان في تكاليف كثيرة عليهم، وهم ذاتهم كتار منهم ساكنين في بحري ولا في مدرمان ولا شنو، يعني كانوا بعيدين مننا. ده واحد من الناس اللي كانوا معي، سوري نسيت أذكر البيل، ده جورج كوكا مخرج حجوج. أيوة نعم، ده جورج يعني برضو فاز بالفيلم بتاع بيتس أوف أنتينوف، وفي جوجل برضو if you want to google him later. أنا لو كنت البخاخات دي لما جبتها معاي من قطر تقريبا دي 16 دولار على العلبة الواحدة، الحيطة الرسمة الواحدة ممكن تكلف 630 دولار، لأنه بستخدم فيها تقريبا 30 علبة، أنا حسبتها كده يعني. انت بتتكلم عن كم؟ 40، دي كم؟ فوق 70,000 دولار يعني في مشروع زي ده. ومع انه انا كنت بكتب، يعني انا ما كنت بعني اني شغاله في حاجه، وما كنت باخد حاجه ولا خدت صور ولا خدت شيء الوقت ده، لانه ما كنت عايز اجيب اصلا الضوء على اي زول من الفريق ولا على المشروع بتاعنا، كنا عايزين نعمله في كتمان وسكوت، حتى بعد ذاك بعد ما اطلع من السودان حتى انا ارفع الصور دي. حتى التليفون كنت شغال فيه ده رسيته، عشان شنو ما في زول يشيله مني ولا يلقاه فيني كده، لانه اعتقلونا قبل كده وبرضه فتشوا موبايلاتنا وحاجات زي دي، فكنت عامله حسابي في حاجات كثيره يعني. فكان مشروع هو مكلف جدا يعني، لكن الاهم من كده كان مكلف زي ما قلت لك معنويا يعني، مش شرط ايموشنال يعني. فأنا ما كان في الوقت ذاك ممكن مثلا تو ريتش اوت، امشي اعمل لي بوست اقول يا جماعه عليكم الله ساعدونا في الالوان، لانه احنا نعمل في الحاله الفلانيه، ما في زول كان حيفهم ان احنا بنعمل في شنو، ما كان في طريقه انه انا اصلا اطلب المساعده في الحته دي. ف بالنسبه لي هو بس كان دي حاجه يعني شغل كوميونتي ورك بالنسبه لي، وكان حاجة كانت لازم تتعمل عشان تثبت فكر يعني. طبعا بالنسبة لي this is priceless، يعني ما لها أي قيمة مادية الفكرة دي. حاسة وبعد ما جات القيادة لقيت ناس كثيرة، وزارة القيادة زي ما شايفين يعني في ناس كثيرة بقت شارت يعني بقت تعمل جدارية الشهداء دي في القيادة وبرا القيادة، لغاية الليلة الناس حاسة أنا بمشي كم حيبة القلب ده عمل ودرسهم وبيشوف الناس حاجة كتير، ناس بيكو بيعملوا ما لازم البخاخات بيشيلوا بيشيلوا بوهية وفرشة، طبعا بخاخ أسهل يعني وأسرع، لكن ده بيشيلوا بوهية وفرش وشنو بيرسموا، بحس يعني حاجة قيمة أكبر من اللي صرفناه ده يعني. يعني بدأ الشغل يعني بتاع الجرافيتي، الفن بتاع الجرافيتي بدأ ينتشر يعني في السودان، مش كده؟ انتشر، مش بدأ خلاص انتشر يعني بسرعة غريبة. أنا إحنا مجات القيادة دي كمية الجداريات اللي اتعملت في القيادة أنا ما شفت، أنا زي ما كنت أفتش فتيش زول يطلع معي يعني، كنت بعمل بوست يعني في هل في بالذات لو هل في بنات بيرسموا كده، ما في رد، ما كان في رد، وكنت ما شايفة حاجة يعني تحديدا. لكن لما جات بالذات لما جات القيادة جوا القيادة الناس كلها كانت أكتر حاجة يقول لك عايزين نرسم هنا جدارية، هنا قبل أي شيء تاني يقول لك بدنا نرسم جدارية. الناس تكتب في الفيسبوك جروب بتاع وصف لي محتاجين رسامين جداريات يرسموا لنا شهيد شنو شنو شنو، فالناس ذاتها بقت تريتش أوت وتفتشوا على الـ على الـ على الرسامين الجداريات ديل. طيب ده بيقودنا، ده جزء من سؤال بتاع الأستاذة مي علي ليها التحية، فبتقول جزء منه انه في شهية للشغل بتاع يعني الناس بدأت تتعرف على الجرافيتي، انت جاوبت على السؤال ده، بتقول انه
هل في رسامين وهل عندكم يونيون يعني في السودان للناس للفنانين الجرافيتي؟ انا بعرف حسه كم واحد برسم اكسكيوز مي بيعرف برسم يعني الجرافيتي او الجداراتي، لكن ما عندنا يعني حت جروب واحد ولا حاجه زي دي. لسه الحاجه دي المفروض يعني المفروض فعلا نتعاون مع بعض وكده، لكن يا الحاجه المشكله في انه الجرافيتي ده مع ثورة ما بقت حاجة معمولة. مشكلتها إنه حاسة أي زول بيجي بيطلب الجداريات بتوقع إن الحاجة دي بتكون بتعمل مجاني. أنا حاسة الجرافيتي ده أكل عيشي، ده خليت شغل المكاتب وكده بشتغل حاجة دي فول تايم. الناس هنا بيجي بترسم الجداريات بيشتغلوا حاجة تانية أساسية حتى بيمشي برسم الجدارية دي، هنا بيعمل لك جدارية في الحلة ولا كده for free. فهو ما بيجي بروفيشن بمعنى الكلمة، يعني ما فيها زي الدكاترة مثلا يعملوا يونيون ولا كده كلهم بيساعدوا بعض يجيبوا أدوية ويجيبوا مواد ويجيبوا شو، ما في حاجة زي دي لسه. لسه الحتة دي دار لها شوية شغل. طيب يعني في شفت لك يعني واحدة حوريك لها بس وبعدك، دي اللي هي دي عملت قريب في مشكله بعد يا اصيل بعد الكورونا اتعملت شهر الثلاثة او شهر الثلاثة، لانه في نفس الاسبوع ده الثلاثة اول ما السنه فاتت اول ما عملوا اللوك داون وقفلوا المطار، لانه المطار ده اتقفل يوم طيارتين المفروض ارجع قطر، يوم طيارتي قفل المطار. بعد كيوم انا من الزهد في انشنت الواني شفت هنا في شارع، أنا ساكنة برضو في المشتل، مسكت المشتل هنا قدام ورسمت في الحيطة، عملت أشرح عليك؟ أشرح عليك طبعا. تلون أيوة يلا دي الأربعة أربعة بقول شنو شخصيات سودانيين من مختلف قبائل، أيوة من جنوب السودان، من اللابس أزرق، اللابس أزرق رشايدي الجنبو شايدي والجنبا نوبيا، وكل زول فيهم بيقول أقعد في البيت أو stay at home بلغتهم، يعني بالجنوبي ميري بورو، بالرشايدي يجلس في البيت، جنب في البيت بشايدي، ونوبلا تيجي بالنوبي. فالفكرة إنه نحن أصلا عندنا مرات يعني ما كلنا طبعا عندنا العنصرية تحت ده من القبيلة الفلانية، ده من الحتة الفلانية كسودانية. فالفكرة إنه ده وقت نحن المفروض تكون كلنا بعيدين من بعض، ويعني التباعد الاجتماعي يعني، غير إنه المفروض نكون بعيدين من بعض. نحن ذاتنا بنبعد في بعض لما نحن نجيب موضوع القبائل دي والحاجات دي، يعني من خط العقد في نفسنا في الحتة دي. فالفكرة إنه الناس دي كلها الفكرة واحدة، والناس كلنا سودانيين بنقول أقعد في البيت لسلامتك وسلامة الناس اللي بتحبهم. فدي وقت نحن مفروض نكون بعيدين مع بعض، لازم نجي مع بعض نجتمع في فكر واحد اللي هو أقعد في البيت والتباعد الاجتماعي كده. ورسنا دي فازت يونسكو Award of Dissemination بعدها بكم شهر. دي اللي أخذتي عليها جائزة مش كده؟ دي هي عايزاتها Dissemination Award. تمام. دي كنا في المشتل بساعد دابونيس. اوكي ده ذاته بدي رسالة انه الفنان ما بعيد من القضايا الوطنية. يعني احنا مثلا القضية بتاعت العنصرية والقضايا بتاعت وبعد شوية برضو يعني لفتة جميلة منك انت توعي الناس على الخطر بتاع كورونا. طيب انا حانقول لك لصورة تانية يعني دي وين هي مشت برضو بس عايز نقطة معينة. نحن كنا بنرسم في البتاعة دي part of التوعية ما كانت الرسمة، أكبر التوعية كانت في أولاد الشارع كانوا بيجوا نحن نرسم، الناس كلها كانت قاعدة في البيت فعلا وبس هم اللي قاعدين برا،
تقوم يقول لك تعمل في شنو، ترسم في شنو، تقوم تقول لك ورا كورونا ده شنو، ده مش مرض، تقوم تتكلم معاه وتوريه المرض ده كده بيعمل كده شنو شنو شنو. فدي برضو كانت بارت من التوعية بتاعت الكورونا. اوكي نكست بيكتشر. طيب هنا دي وجها وجها لوجهي مع الاسود. في واحده الاسد كان واقف جنبي ما شفتها. هاي شفتها دي وين؟ والله دي وين يا اصيل؟ اول حاجه المكان وين؟ المكان ده اسمه السودان انيمال ريسكيو. انا ما اعرف الترجمه بتاعته بالعربي ما مكتوبه، يكتبوا الحين. هو بينقذوا الحيوانات السودان، الملاذ الآمن تقريبا للحيوانات، محل انقاذ الحيوانات. هو هي ما محميه، هي هو ريسكيو يعني. اي نعم، ملجأ ملجأ. اي عاملينها في الباقير، اول الباقير شارع صوبة. وهي المزرعه اصلا حقت ناس عثمان صالح. صوت اختفى. شفت الفيديو؟ سامعني؟ ايوه واضح الصوت. اي اوكي. هو هي الفيديو طلع بتاع ناس ديلي بتاع عثمان صالح بيقولوا ذا لاين مان. شفتوه الفيديو؟ لا ما تخليني اشوفه، غريبه. المهم هو الـ هو الـ 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 الزول ذاته الجاب. شفته احمد ده شافه. هو احمد عثمان صالح ده ذاته مشى القرشي وصور الاسد لما كان جعان ورفعه، الحاجه دي انتشرت. ايوه نعم شفتها. ايوه واي. ف الحته دي اصلا حقت اسرته، زي ما شاء الله 20 فردان ولا حاجه زي كده كبيره شديد. فحولها على انيمال ريسكيو، عمل لها اقفاص وكده، وشال معظم الاسود اللي في البلد. وفي ناس تبرعت له بحيوانات اخرى، هايينز وسنيكس وحاجات زي دي. والفكره انه هو بس يعني يخلي بالهم منهم، ياكلهم ويشربهم وكده وشنو. صحتهم ما شاء الله بقت 1000000%، وما عارفه مع الوقت حملوا شنو، هيرجعوهم لبيئتهم المعينه ولا بس بخلوهم هناك، دي انا ما عارفه. فعثمان كان بيتكلم معي، فلما جاني قال لي يعني احنا عندنا الاقفاص بتحت الاسود دي فاضيه، دارين فيها حبه لون كده. والكلام ده كان شهر قبل ما اصل السودان، جيت السودان شهر 12 اللي فات يعني. فكان شهر قبل ما اصل، وانا اصلا كنت يا دوب مسافره من السودان، وكنت قاعده سنه في السودان مستقيه هنا عشان الكورونا. ولما طلعت قلت خلاص كده ثاني ما حرجع الا للسنه اللي قدام. لما قال لي الموضوع ده ثاني قلت الله الا ارجع. ففعلا رجعت الثاني شهر 12 يعني، ما تمت لي 3 اسابيع فقط ورجعت ثاني. وانا عندي علاقه يعني خاصه مع الاسود تحديدا، لانه انا خالي محمد حامد حسن بشير كان ماسك حديقه القرشي. فمعظم الاسود دي انا ما عارفه هل هم ديل ذاتهم في قفص حاسه ولا لا، كانوا عندنا هنا في البيت جوه البيت يعني. أنا بكون قاعدة كده بيكون حايم في البيت، بيصل عمره ما أعرف 6 7 8 شهور حتى بياخدوه ويودوه الحديقة، عشان بعدك بيبقى شوية يعني صعب تخليه في البيت. ف أصلا يعني كل إجازة وكل ما كنت قاعدة في السودان كانوا حوالينا الأسود ديل. فما عندي يعني معهم علاقة خاصة يعني. فالبروجكت بالنسبه لي باشنت شديد، وانا من دون هيزيتيشن يعني حبيت برضه اعمل الحاجه دي. فما فكرت فيها يعني، قلت له اصلا لازم اعمل البروجكت ده. فعلا تعاني حجزت السفر وتعاني رجعت السودان، وعندي دوب وخلصت منه قبل اسبوع تقريبا. طبعا الحديث معاك يعني ذو شجون، ونقلتينا يعني نقلات يعني ما عاديه يعني، عيشتينا في اجواء ثوره ديسمبر المجيده والمرأة الثائرة والكنداكة، ويعني حاجة جميلة والله. يعني أنا صراحة يعني استمتعت، وتقريبا كل الناس اللي معانا في الفيسبوك ومعانا هنا في الزوم يعني استمتعوا. أنا كنت داير أدخل هيثم وريم لكن ما عرفوا. طيب أنا يا أصيل عندي سؤال مهم جدا جدا. الثورة دي يعني الناس قدمت فيها دماء
وقدمت فيها يعني. في الزول الاسي بكون عينه ما شغاله, يده في زول مفقود ما لاقينه كذا. والكنداكات كان حضورهم طاغي يعني. الفيديوهات اللي كان ايام رويال كير بتوضح تماما, الكنداكات كانوا مالين المشهد تماما, لكن مشاركتهم في الحكومه ضعيفه جدا جدا. شفنا التحافظ بتاع الاحزاب السياسيه على الكراسي وكذا, وبقت حكومه ذكوريه تمام. هسه في فرصه بتاعت المجلس التشريعي ممكن ان يكون فيها دوميننس للكنداكات لو الناس دارين. لو انت طلبوا منك انت يا اصيل, قال لك يا اخي اسمعي, دايرك تكوني ريبريزنتيف يعني في البرلمان تمثل الكنداكات وكذا, هل ممكن تشاركي؟ تزول نشاتي في بيت بتاع سياسه يعني, ابوك سفير والدنيا كلها يعني واضحه بالنسبه لي. خلاص خلاص تجيبني يا اختي يعني. والله ما اعرف اقول لك شيء. ما فكرت في الموضوع ده كله ما فكرت في انك تكوني يعني؟ فكرت فيه وكنت حابه يعني اكون وزيره الثقافه والفنون. والله كنت فعلا حابه الحاجه دي يعني, لانه يعني بس بحوم كده كثير في الشعب يقول هنا ممكن اخذ كده, هنا ممكن نتعامل كده وكده. شوف البروجكت بتاع عثمان صالح ده يعني, العمل الزول ده كونه حسن هو وظفني في مشروع حقه, لكن برضو دي كانت برضو فكرة. العمل دي فكرة هو نفذها, ما استنى لا حكومة, لا استنى يعني, ما استنى زول يساعد, شال فكرة خدتها. والافتتاح كان بوزير الثروة الحيوانية, وجاء وشاف والناس كلهم يعني they applauded him for his work. لكن الحاجة اللي عمله يعني ده شغل حكومة, عمله ده مسؤولية حكومة يعني, دي مسؤولية كبيرة جداً جداً. إن ولد شاب يجي يعمل حاجة زي دي بحجم بتاع منظمة ونظيفة well taken care of management ممتاز, في شباب كثير زي دي قاعدين. دول شباب بس هي كلهم باحثين السودانيين في غيره شغالين شغل يعني كتير جدا يعني. المفروض اصلا ناس تجي تشوف الناس الزنديل تشيلهم تحطهم في الحته دي. ما في ناس اثبتت انه ممكن يشيلوا فكره وينفذوها يعني لو شغل المفروض كان حكومي يعني. فدي ده خلاص, دي خلاص زي البورتفوليو السي في خلاص اتختمت عمل اوريدي. فشيلوا زول ده بس ادو حته بتاع التنفيذ فعلا الحكومه, شوفوا حيعمل شنو. لكن ما تشيلوا الناس يعني سايك كده عشوائي, لانه I don't know. ما talk about that. لكن طيب هرجع بس سؤال ثاني لموضوع التمويل يعني. في واحده من الوسائل بتاع التمويل للارت والكرياتيفيتي والحياه زي دي اللي هي الكراود سورسينج, الكراود فاندنج. فانا بتذكر الفنانه الامريكيه اماندا بالمر كان بتمشي وبتطلع في جولات وتغني وكده, وفي كميه بتاعت فرق بتاعت تسويق بتكون معاها بيحاولوا انه يدوها نصيحه في انها كيف تسوق السي دي وكلام زي ده. فهي في النهايه قامت اتجهت للكراود فاندنج. فلو كان الانتاج بتاعها محتاج له زي 20 30 الف دولار, فجاه كده الجماهير دفعت لها مليون دولار. فهي يعني قالت إنه والله في رسالة اتعلمها في الموضوع ده, إنه الموضوع مش إنه كيف تخلي الناس يدفعوا لك, وإنما تسمح للناس إنهم يدفعوا لك, مش كده؟ How do we let people pay for music؟ فهل أنت فكرتي في حاجة زي دي؟ هل عندك أي crowd funding campaign شغال؟ لا ما عندي crowd funding شغال. ما I don't think, أنا حاسة ده بيجي شغلية عن ورده يعني أكل عشتي. فأنا بالنسبة لي المشروع بتاع جدارة الشهداء خلاص أنا وقفته. ده كان مشروع وكان تبرع وخلاص, ويعني الله يقدر البعديني يعني to continue the project. خلاص الفكرة هي تقدمت واتخذت وقاعدة تتنفذ ولسه قاعدة تتنفذ يعني. حتى عيالنا حيقعدوا يعملوا الحاجة دي الحمد لله. لكن بعد نشوف البعده البعد وبعد بعدين الشغل ده ما هو ما it's not meant to أنا حاسة full time artist. خليت شغل المكاتب, حاسة ما موظف في حتة تانية. أنا شغلانتي كلها وخدومي كلها وكل شيء في أبوها.
انت انا بتكلم معاكم انت قاعد قدامي، ف يعني ما 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 يعني الا لو مثلا جنب فعلا مشروع زي ده بيحتاج مثلا حاجه كوميونيتي ورك، انا دايما حكون حاضره. يعني حاسه لما جات الكورونا بعد الثوره جات بانديميك يعني وورلد كرايسيس، فدي احتاجت تاني انه انا اطلع تاني شارع، ما عشان ثوره المره دي، عشان فكر معين اللي هو التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، واللي هي اللي انت شفتها حسب قبل شوي دي في زي كم واحده. وفي فكره ثانيه عملتها كان في ميدان التحرير اللي هي بتاعت كوزونا اللي هو عمر بشير على شكل كورونا. والفكره انه برضه من دي انا عملتها بطريقه هنا انه قدرنا على المرض الكبير ما بيغلبنا اي مرض ثاني بعده، يو نو. فحاولت اجيبها بكم حته كده، يعني ممكن تستخدم الفن ده بمختلف يعني حتى في بطريقه هيومرس يعني. في حاجه زي دي كان ممكن برضه فعلا نعمل، وجاوني كم اورجانيزيشن سودانيه. في واحده فيهم برضه قالت لي نحن عايزين نمشي ونعمل الشغل ده وكده وكده وكده. قلت لها طيب هتوفري الوان وبس، ولا المره دي هل ممكن تديني سالري شغل يدي؟ قلت لي لا نحن بنجيب لك بوهيه. قلت لها اول حاجه انا ما بستخدم البوهيه، ودي كثير بتحصل لي يعني كثير شديد بصدر. او يعني بعيد نفس الكلام، عشان كده انا بقيت بشتغل براي لانه ما جايبه حقها يعني. وعلى هنا اي شيء ثاني الله يعوضنا فيه، كان مادي كان شغل يعني متعب جسدي. يعني انا الوان بقول انا بجيبها من برا، والعلبه بكذا وكذا، هتجيب لي بوهيه من هنا الحاجه بقدر اكملها في 10 دقائق، اكملها 10 ساعات البوهيه. انت لو ضربت الحيطه دي حاسه ابيض واللون ولا وات ايفر بتخلي الاوضه 24 ساعه يعني عشان تنشف بتجي راجل. نفس الفكر لما تيجي تستخدم البوهيه في رسمه تاخذ مور تايم. فحاسه مع لما جات الكورونا بدل ما انا الشركه دي كانت وشركه يعني المفروض انترناشونال، بدل ما هي كانت تنمي في دي الحاجه دي وتساعدني وفندنج البروجكت وفندنج الارتست عشان هو ذاته يقدر ياكل يشرب وكده، بس دايره توفر لي الوان عشان هي تاخذ اسمك معايا وانا استفيد شنو؟ طبعا انا اصلا بعمل حاجه دي، انا بعمل حاجه دي غيرك وبدونكم يعني. الفهم الفهم شفتي نفس الفهم بتاع جبير في بدايه اللقاء لما قلتي انه دكتور قال لك يا اخي انت يعني شوفي لك سيريس جوب وفكري بصوره ويعني الارض حتشتغلي فيه كيف والى اخره، وانت اصريتي وقدمتي نموذج وبقيت يعني انسبايرنج ستوري بالنسبه للناس اللي حيجوا. يعني انت دخلتي الجرافيتي في قطر وفي السودان، دي حاجه ما في زول حيقدر يغلط فيها في الهيستوري يعني. فنفس الفهم ده انه الناس متعوده على شنو، على الايزي جيم، اذا كان البيزنسز ولا اذا كان الناس الانتلكشوالز ولا المسؤولين الحكوميين بالمناسبه. لانه انت عملت اسي بالصور اللي خديتيها بتاعت الكورونا دي من ديفرنت ترايبس، والثانيه بتاعت كوزونا بتاعت مر البشير وكده، انت عملتي كوميونيكيشن يعني ساعدتي الحكومه في انها يعني تزيد الاويرنس بموضوع الكورونا، ودي حاجه بيكون عندها بادجت. لكن ما في زول بيجي يفكر في انه يا اخي والله احنا كيف نرسل الرساله، بانه تكون في جداريات، تكون في الراديو، تكون في السوشيال ميديا ولا كده. لا لا لا، في طريق واحد هم بياخدوه وباقي الطرق ممكن بيحاولوا يستهبلوا عليها. ده بكل اسف موجود، والثقافه دي لازم تتغير عشان الفنان يكون عنده وجوده. انا اكثر حاجه عجباني في الستوري بتاعتك يعني من ضمن الحاجات الكثيرة المعجب بها اللي هي بتاعت انك انت اصريتي على الحاجه الدائراها والموضوع فن. فاسي في كثير جدا من الفريلانسرز من الشباب تحديدا الشابات اللي هم الجرافيك ديزاينرز وكده، ديل المسج بتاعتك ليهم شنو؟ والله الواحد يعني المسج عامه يعني غير الشباب ان الواحد ما يستنى زول ثاني. لو عندك فكرة معينة ممكن تلقى، لو ما عملتها براك ممكن تلقى زول زولين يعملها معاك، بتتنفذ يعني بتتسهل. يعني حتى عندنا وسائل مختلفة زي ما قلت الكلام كان على financial في crowd sourcing websites they can finance you for your idea. لكن لو انت نفذت فكرة معينة وبذات لو هي مع يعني فادت المجتمع بتاعك بتليفه بترجع لك أكبر من اللي انت قدمته.
ما في زول يستنى حكومه، ما في زول يستنى اهله يشجعوه. الدعم النفسي اهم طبعا من اي شيء ثاني، لكن لو لقيت زول واحد في البيت بديك الحاجه دي، وانا لقيت زول واحد يعني الحاجه دي بتعملها بتتعمل، حتى لو لقيته في البيت بتلقى يعني لازم يكون في زول جنبك في افكارك، في زول بيدعمك في الحاجه دي. إذا that makes sense. أحمد داود دارس السؤال. أحمد آه. من كبير رافع جاتو. تفضل يا أحمد. أول حاجة السلام عليكم. طبعاً سألت يعني شفت صراحة كل الجداريات اللي عملتها ومعظمها شاهدت لك أول مرة أشوفك طبعاً يعني. أول حاجة سعيد تماماً يعني. على الأقل يعني زول يعرف المجهود الجبار ده عمله منه على الأقل. وانا والناس في الفيس كلهم يعني صراحه مجهود جبار شديد، وبالذات يعني السودان لوب يعني هي ذات الكلمه ذات بتدل على الحب السودان اكثر يعني، فشاكر لك شديد اول حاجه. وانا والله كنت بدي اتكلم في نقطتين ودكتور انور اتكلم عنها حبه كده يعني، انا بس اقولها من تجارب يعني ممكن تكون هي شبه شخصيه على النطاق اللي جاتنا احنا وعلى النطاق. فاحنا نتكلم برضو في الجانب انك اذا حبيت شيء وعملت فيه ما تنتظر زول زي ما انت ذكرتي. فاحنا والله يعني عندنا مبادرات كثير جدا عملناها، فالناس دي كلها مشكله بتعمل مبادره بيعتبروا انك تطول حياتك تكون مبادر، وقد تبقى جوب يعني الناس تستغرب لا يقولش ليه. صراحه انا بس بحاول يعني اكد على نقطتك اللي قلتيها يا جماعه، ما الزول المبادر هو عمل خلق او زرع البذره، فما هو الزول المسؤول يعني هو بيقوم البذره هاي، لكن لازم بيجوا باقي الناس هيدا البضع بصمته، فالبصمة يعني بتكون متاحة هي يعني. أنا شايف مشروع ده هو للسودان، مشروع السودان الآن وضع للسودان بالسودان. ف يعني أنا بس بحاول قدر الإمكان أوضح للناس برا ممكن بيحضروا اللايف ده أنه الجوب يا جماعة دي الجوب بتاع الزول. أنا الآن عندنا في باحثين سودانيين في كذا حتة بنعمل مبادرات كثيرة جدا، فوقت أنا في المبادرة أعملها من نفس المبادره دي لو جيت عملها از بزنس ما حي انا شايفه غلط، لكن احنا في السودان هنا بنخجل منا صراحه. انا لاحظت ان ناس كثير مبادرين اول ما يشتغلوا ما بيشتغلوا المبادره بتاعتهم، بيشتغلوا حاجه ثانيه. انا بقول لك لا كده، انا الناس دي بيقولوا انا صنعت اسمي انا دراف يعني. انا معلش في السودانيين عندنا مفاهيم في ثقافتنا هي خاطئه شديد، فبيعتبروا انه لو انا بادرت بحاجه معناته الحاجه دي لازم تكون مبادره، واذا انا يعني هي احتمال انا قبل ما ابادر بها هي الجوب بتاعي تمام. انا لكن في الكيسز معين انا تبرعت للسودان او تبرعت للكيسز مثلا كورونا وات ايفر السيتويشن انا قاعد فيه، تبرعت مالي يعني تبرعت للسيتويشن، فلكن هي از جوب يعني عندي جوب في النهايه. فانا بحاول اوضح لانه الناس تفهم انه الجوب يا جماعه انا ممكن اعمل يعني رساله ممكن تكون لي انا اول واحد ولكل الناس اللي بيستمعوا. استمديت من كلامك اي زول لو عنده جوب عامل به مبادره از جوب يعني، انت في النهايه ما تقعد تستحي تقول انا زي صنعت لنفسي اسم، الناس حتقول الناس هتقول. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في السودان يعني انا ما عايز اقول في زي ما بيقولوا هو بجد يعني مثلا بيقول لك في العالم العربي ممكن كله على العموم بيشوف الناجح بحاولوا يفشلوا والفاشل بحاولوا يفشلوا برضه يخليه في مكانه، ما بحاولوا يدبوش لاي زول يعني. حتى الجانب النفسي زي ما انت ذكرتي من اهم الجوانب، احنا صراحه بنعاني كثير من الجانب النفسي يعني. انت مهما عملت اي مبادره حتلقى اول حاجه هتعمل ليش انت هتضيع وقت تفاصيل كثيره بدون ذكر الكلام اللي حيتقال، لكن بجد يعني قصتك ملهمه شديد. فانا بس بركز بس انه الزول اللي عمل مبادره لو في نفس اللحظه قلبها يعني هو بيشتغل جوب ما يقعد يعني يستحي منه، هي جوب يعني بالنهايه انا ما اعرف، لكن احنا دائما بنستحي من الحياه دي. فانا حابب بس اقول للناس اللي بيحضروا اللايف انه الجوب اتس جوب يعني، الناس ما تحاول تستحي منه. فشكرا لك بجد، انا شاكر لك شديد وقصه ملهمه. يعطيك العافيه. انا بس قبلي ظهرت لنا زول خلف الكواليس. شكرا لك يا دكتور ياسين. الله يديك العافيه. شكرا يا احمد. انا بس دار اقول لك اسمع، نحن عندنا مفهوم انه الصداقه ممكن تبقى حب لكن الحب ما بيبقى صداقه، تمام؟ فانا لما اعمل انا شخصيا لما اعمل مبادره يعني
حب ما بقلبها بيزنس يعني، لكن البيزنس بيزنس يعني بيبدا من البدايه يعني. لكن ده ما بينغط كلامك ولا بينتقص من كلامك. طيب قبل ما نرجع ليه، لانه اصيل يا جماعه احنا زدنا عليه وكده، هيثم الكاشف سريع قبل ما نختم. لا يديك العافيه والله يا ياسين بجد. والله يا ياسين بجد لقاء موفق. انا حضرت لي زي كان فيلم ولا مسلسل، هو الحدث واحد لكن كل مره بجيب لك الحدث ده من زاويه واحد من الممثلين، واحد يعني الصحفي الضابط اللي نايف. فانت حس عملت لنا فلاش باك، رجعنا للثوره وايام الثوره والجانب اللي كان الخفي الناس ما عارفين انه اول مره. انا فكرت الجداريات انعملت بعد القياده العامه، ما فكرتها قبل القياده العامه. فبجد رجعنا لجانب وتذكرنا كل واحد من الشهداء وكل واحد من قصته، ودي برجعنا كتير انه لازم نستمر في الحاجه اللي بنعمل فيها. والحته بتاعت اكل العيش اللي انت قلتيه هو الجرافيتي ده، انا في النرويج، ما في النرويج لما يكون في مبنى حكومي خصوصا له علاقه بالمجتمع او بالثقافه، بيجي فنان نرويجي عشان يرسم الجداريات. يعني في عماره قبل كده رسموها، فبيكون حدث كبير، الناس من وين بيجوا يحضروا الافتتاح ويحضروا افتتاح الرسمه ويتكلموا عن الرسمه، وممكن يكون حكايه شهر كامل الناس بتحاول تحلل في 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 الرسمه. فعندنا هنا بكثره يعني، حتى في ناس بيجوا زوار للمدينه بتاعتنا بعد ما يصوروا باقدم كنيسه في الشمال الاوروبي، بيجي يصوروا بجنب الجداريات دي وبيسترجعوا الفنان اللي رسمها. وبرضه في الحته بتاعت انه بجد الفنان الجميل الملهم معتز محمد، فكان بيتذكر تكلم معايا هيثم يا اخي انه في الالوان المستخدمه في الجداريات دي ما موجوده، فهي نوعيه معينه وحاجات معينه. فحتى كان قال لها هيثم في طريق انك انت ممكن توفرها، قلت لهم اي حاجه بتساهم في الـ في الـ في الـ في الجداريات دي انا معاكم، لانه ده توثيق والتوثيق ده ما بيروح، ده من حقنا ومن حق الناس علينا انه نحن نوثق لهم عشان الناس تكون قدام عينهم يعرفوا انه الحاجه دي مستمره ولازم نحن نختمها. بجد شكرا لك كثير يا اصيل، الهمتينا جد جد، رجعتينا للحته بتاعت انه الواحد مهما كان عندك حلم بتحاول تقف عنده وتحاول تنجح وتحاول تمشي لقدام. والناس اللي معاك يعني، في زول قال ليك شكرك ما شكرك، لكن في النهايه انت حاسس انه انا عندي دور ودوري ده بينتهي وببدا بدايه جديده. وشكرا لكم جد كلكم يا اخي، يديكم العافيه. شكرا لك كثير، شكرا كثير. وعايز اقول حاجه اصيل قبل ما نختم، كلمه اخيره يا اصيل. كنت عايز اقول بس انه سامعيني؟ سامعين؟ سامعينك نعم ايوه. اوكي عايز اقول انه حاليا انا شغاله في شفت الفوتج، المشروع اللي اشتغلنا فيه ده قاعد اجمع في الفوتج والصور والفيديوهات وكده، حاسه شغالين في دوكيومنتري يا انور بالذات، لانه نحن if anybody يعني would like to help، نحن حاسه تمينا 70% من لمينا من الفوتج بتاع الجداريات دي، وعايزين نطلعه على اساس فيلم. كلام ممتاز. الفيلم اسمه 30 cans. 30 cans اللي هم ضربته، قلت لك انا في الرسمه الواحده بستخدم 30 علبه زي ديل كويس، و 30 سنه من حكم الانقاذ الباقي. وكان في الوقت ذاك انا لغايه شهر 3، انا يوم 30 جون كنت رسمت اسمه شهيد مطر 30، وكان شهيد رقم 30 اترسم يعني. فانا عايز اوثق 30 ديل واختار منهم زي ثلاثه، وحنعمل عليهم يعني سبيشال ان ديبث ستوري. ايوه فهي تا دوكيومنتري دراما اوريدي، نحن شغالين على ده. خلانا نقعد في السنه الفاتت كلها في السودان، انه قلت ما دام انا قاعده خلاص انا ديما الفوتج ده خدته مره واحده، عشان كده بيته خدته ما نزلته كثير منه في السوشيال ميديا. ف getting back to that point انه now could be a great time to maybe
look for some sort of fund or crowdsource, and if there's any way يعني Sudanese researchers can help, that would be great. بالتأكيد لو عملتوا انتوا جو فاند مي ولا اي كراود فاندنج كامبين احنا بنكون سعيدين جدا انه يعني نعمل لها ترويج بصوره كافيه في خصوصا للشهداء ديل. ده اكثر موضوع كلنا متفقين عليه كسودانيين كلنا، احنا ممكن نختلف اي شيء ثاني الا في الناس اللي قدموا ارواحهم يعني وشباب ومستقبلهم واحلامهم يعني في سبيل انه السودان يكون دوله افضل. فيا ريت لو بديتوا انتوا طوال احنا معاكم ان شاء الله. وانا باكد على دكتور انور، وانا عن نفسي متضرع ب $100. لا انا ما اقصد انا اقصد يعني like مش crowd source، يعني مقصد انه to set up some sort of actual campaign for the film يعني. لا اكيد 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 يعني لو عندكم انتم فريق بتاع سوشيال ميديا ماركتنج ولا كده خليه يتواصل معي مع دكتور ياسين. ونحن في مبادرة نيابة عن دكتور أنور في مبادرة الباحثين السودانيين بنتبنى الحاجة دي يعني، فمستعدين نساعد بكل ما يعني بكل قدراتنا يعني، ما بنبخل يعني على الموضوع ده بأي مدى. ضمن صميم شغل اللي هو التوثيق ونشر المعرفة والحاجات دي، ده ضمن صميم عمل المبادرة يعني. بكرة إن شاء الله يعني بكرة الظهر بعد الساعة 4 جايبين مستضيفين الشباب اللي هم في كانت ظاهرة كده في السودان، إنه حفلة التخرج بقى عبارة عن يعني غنى وحفلات ورقيص وحياة زي دي. ففي شباب قام قرروا إنه بدل ما يعملوا الكلام ده مشوا حفروا بير وعملوا لها يعني طاقة شمسية. فديل بكرة مستضيفين والشباب ده عشان نسمع الستوريز. إحنا بهمنا جدا جدا إنه أي حكاية ملهمة نديها الإعلام الكافي ونعمل investment كافي فيها، بحيث إنه تكون بالنسبة للناس التانين يعني حاجة ملهمة، مهم جدا جدا بما فيها الفيلم بتاعك إن شاء الله المنتظر ده. فخلينا ننسق مع بعض إن شاء الله. طيب نعم، أنا والله صراحة يعني سعيد جدا يعني باللقاء ده، وأكيد طبعا يا أصيل حنكون على تواصل في المبادرة بتاعتك دي. ما حن يعني علاقتنا ما حتنتهي يا سعيد، إحنا بالعكس يا دوب كده علاقتنا بدأت مع الفنانة الجميلة والفنانة الراغية الثورية أصيل دياب. وصراحة يعني استمتعنا وكلنا استمتعنا، وما تتخيل الرسائل يعني في اللايف في الفيسبوك وكده، يعني الناس بحيوا فيك وبرسلوا لك رسائل يعني عميقة المعاني. وشكرا لكم دكتور أنور أحمد وهيثم، يعني أنا عارف إن الوقت تأخر عندكم، لكن يعني ما عندنا حل يعني، لازم تكونوا معنا. فشكرا لكم جميعا يا جماعة إن شاء الله، والخميس الجاي حيكون عندنا ضيف فوق العادة، فخليكم قريب يعني.